بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم واسعد الله جميع اوقاتكم ان شاء الله بكل خير وحياكم الله اليوم معنا في هذا البرنامج برنامجكم عالم الصحافه عبر شاشه القناه الرياضيه السعوديه نسعد من خلال هذا البرنامج متابعينا الكرام كما هو المعتاد ان نقدم لكم مجموعه من العناوين والاخبار والمقالات الصحفيه والتحقيقات ايضا الصحفيه الصادرة في صحفتنا الرياضية لهذا اليوم دائما متابعينا الكرام نحاول أن نختار لكم كل ما هو جديد ونواكب كل الأحداث الرياضية على الساحة الرياضية السعودية فأهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام على الدوام وتذكروا دائما برنامجكم عالم الصحافة هو منصة أيضا لكم أنتم لمشاركتنا من خلال هاشتاج البرنامج في تويتر عالم أندرسكور الصحافة من خلال هذا الهاشتاج نرحب بأرائكم وأيضا تعليقاتكم وحتى انتقاداتكم طبعا دائما بين تكون انتقادات لضيوفنا الكرام او للاراء الموجوده في البرنامج، تكون بلغه حواريه دائما اعتدنا منكم ان تكون هذه اللغه لغه جيده وتتناسب مع ثقافتكم الرياضيه المتميزه دائما، خاصه متابعي برنامج عالم الصحافه والمشاركين في هذا الهاشتاج بشكل دائم، متابعينا الكرام البدايه دائما مع العناوين حياكم. في صحيفه اليوم بعد ان اصدر اتحاد القدم بيانا سابقا يؤكد الدعوه مخالفات قانونيه وماليه تؤزم القضيه وفي صحيفة الشرق الأوسط نفى وجود تدخلات في المنتخب السعودي وغالب خانه التعبير أحمد عيد للشرق الأوسط لست جبانا لأستقيل والجمعية العمومية هي المرجع ومنها إلى صحيفة الحياة بعد أن حل في المركز الحادي عشر على مستوى القارة والمئة واثنين عالمياً التصنيف يعقد مهمه الاخضر في بلوغ مونديال روسيا وفي صحيفه المدينه المدينه تفتح ملف الاستعدادات الشتويه لفرق جميل معسكرات وصفقات تجهز الانديه لاستئناف الدوري ومنها الى صحيفة الوطن سمراسي يصل وغضب يطوق مدرب الهلال وفي صحيفة الشرق في افتتاح مواجهات المجموعة الاولى للبطوله الخليجيه التعاون والسويق العماني يتعادلان حياكم الله مشاهدينا الكرام كانت هذه ابرز العناوين اللي اخترناها لكم ان شاء الله تعالى اليوم في هذه الحلقه ايضا راح تكون معنا مجموعه من الاخبار السريعه متابعينا الكرام أرحب بكم في بدايه مساء هذه الحلقه واقول لكم حياكم الله اليوم معنا على مائده برنامج عالم الصحافه وارحب ايضا بضيفي الكريمين في هذه الحلقه في الاستديو الاعلامي والناقد الرياضي الاستاذ عبد الرحمن الفلاج حياك الله ابو خالد وسعداء سعدا بوجودك معنا استاذ عبد الرحمن الله يحييك انا اسعد واكثر وحيك وحي السادة المشاهدين وإن شاء الله نحن نكون يعني نقدم شيء جميل وشيء مفيد بإذن الله تعالى السادة المشاهدين حياك الله وسعداء أيضا نحن بوجودك معنا أيضا متابعينا الكرام راح يكون معنا في ثنايا هذه الحلقة بعد لحظات إن شاء الله ينضم لنا من استديوهات القناة الرياضية عبر الأقمار الصناعية من جدة الزميل حسن عبد القادر الإعلامي والناقد الرياضي إن شاء الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة لحظات فقط ويكون جاهز إن شاء الله معنا متابعينا الكرام أبدأ بالحديث مع الأستاذ عبد الرحمن عبد الرحمن اليوم يعني الكل ينتظر من الجماهير السعودية عودة منافسات الدوري التي ستنطلق غدا بإذن الله تعالى خلينا نضع كذا صورة عامة على الوضع الآن الرياضي خاصة بعد المكرمة الملكية الآن بدعم الأندية الرياضية من لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لا شك أول شيء هذه محورين لابد أن نحن نتكلم فيهم كل واحد عن يعني على حدة عن الاخر اعتقد أن المنافسات الرياضيه العوده هي عوده الحياه للملاعب السعوديه واعتقد أن الكل متحفز خاصه وان الان الان اصبحت المنافسات او منافسه الدوري بالذات دخلت المنعطف الاهم والمنعطف اللي يعتبر بالنسبه للانديه المتنافسه تثبيت نقول اثبات الوجود وتثبيت ما جنوه خلال الدور الاول اعتقد انه الان الوضع في يكون فيه نوع من التشنج، نوع من التحفز، نوع من سواء كان من الانديه او حتى من الجماهير انفسها او حتى من الاعلام، كل كل الجوانب العامله او المحيطه في في دوري عبد اللطيف جميل هي متحفزه لتشاهد وترى ما ما ستؤول اليه مباريات الدور الثاني التي تعتبر هي الاهم وهي المنعطف اللي نقدر نقول اللي يحاول كل فريق انه هو يتعدى هذا المنعطف او يحاول انه هو يتخطى هذا المنعطف باقل طيب. الخسائر وباكثر الارباح فاعتقد ان الوضع بالنسبه لنا الان يعني نقدر نقول آ... هي مرحلة قوية من الناحية الفنية والتنافسية بين أندية الدوري. طبيعي جدا، بس في نقطة مهمة جدا برضو احنا أنا أنا كان وجهة نظر دائما التوقفات الطويله مثل هذه تضر بشكل كبير جدا على على مستويات بعض الانديه او نقول مجمل الانديه اللي موجوده فاعتقد انه الوضع بيكون ليس بالصوره اللي احنا راح نشاهدها بتلك القوه وبتلك التنافس خاصه في الجولتين الاولى الاولى والثانيه الى ان يدخل الفريق او يدخل اللاعبين اجواء المباريات بشكل بشكل جدي وبشكل فعال فاعتقد انه الجوله ال15 راح تكون الجوله اللي تدخل في يعني بشكل تنافسي اكبر نعم اسالك عن الاعلام طبعا انا كنت سالتك عن جزئيه مهمه وهي جزئيه يعني ضخ المال الكبير الذي قدمه سيدي خادم الحرمين الشريفين للانديه الرياضيه لكن ادخل في هذا السؤال ايضا بالاعلام الرياضي الاعلام الرياضي الان ربما لم يكن لديه الوجبات الدسمه مثل ايام المنافسات لكن كانت هذه الفتره فتره انتقالات كان فيها الكثير من الاخبار ما بين اخبار صحيحه واخبار متوقعه واخبار يتم الرد عليها من قبل ادارات الانديه. الاعلام الرياضي الان كيف يمكن ان يدعم هذه الانديه التي حظيت بدعم مالي من قبل يعني حكومه خادم الحرمين الشريفين. اول شيء خلينا نكون معك صريح، انا انا اعلامي ومنتمي للاعلام ولكن في كثير من سواء كان الصحف او حتى البرامج يفتقدون للمهنيه المهنية الحقيقية للإعلام الصحفي بمعنى أنه لابد أن في فترة التوقف هذه لابد أن أنا أكون أكثر إدراك في عملية تناول الجوانب الموجودة أو التي تعيش فيها الأندية من خلال طرح قضايا أو طرح استطلاعات أو طرح تقارير تكون مركزة بشكل كبير جدا على هذه الأندية وبيان حالها لل المتابع الرياضي، اعتقد انه هذا الجانب يعني ما طرق بالشكل المأمول او بالشكل اللي احنا نتمناه كمتابعين في من خلال الاعلام الرياضي، هذا من جانب، اما من ماذا جانب... كنت تتمنى يعني؟ انا قلت بشي... لا بشكل بشكل مباشر يعني هل اللي... كنت تتمنى مثلا اعطيني موضوعات مثلا ممكن كان يطرحها الاعلام الرياضي في فتره التوقف خاصه بعد خروج المنتخب السعودي من كاس اسيا؟ ابى اقول لك على حاجه، انا ما قريت ولا قراءه حقيقيه ناقده لخروج منتخبنا هذا وحده كل ما كل كل ما كتب في الـ في الـ في الاعلام هو حاجتين يا يعني اما انتقاد لاذع غير مبرر او غير غير منطقي او غير مستند على رؤيه فنيه بحته واما يكون مجامله صريحه واضحه وفاضحه غير منطقيه على وجه الاطلاق بالنسبه لاداره المنتخب او اللاعبين، فاعتقد الوضع كان بالنسبه يعني ماخذ شقين متناقضين تماما، اما عمليه الرؤيه الحقيقيه الرؤيه الناقده التي تشخص حال المنتخب بصوره حقيقيه وبصوره نقدر نقول عنها تكون مرجع او تكون نقطة انطلاقة لعمل جاد او عمل تصحيحي للمنتخب اعتقد هذا ما شفناه نهائي في في الاعلام يعني نعم الاعلام تتحدث الاعلام طبعا نتكلم عن الاعلام الصحفي بشكل, بشكل او الصحفي الاعلامي هو الصحفي المرئي والمسموع والمقروء بكل بكل جوانب الاعلام سواء كان سواء ما شاهدت شيء ابدا من الاعلاميين طرحوا, كرؤية طرحوا فنية. رؤية فنية جيدة حيال خروج المنتخب إطلاقاً طيب. قد تكون اجتهادات بسيطة جداً على استحياء ولكن كرؤية وكطرح متزن طرح موسع طرح موضوعي, شامل موضوعي شفاف هذا غير هذا الشيء غير موجود تماما ولم اشاهده في الـ في, الـ في, الـ في الاعلام للاسف هذا من جانب من جانب اخر نتكلم برضو عن الانديه في انديه تعاني من مشاكل تعاني من آآ آآ نقدر نقول بعض الصراعات تعاني من ضائقات ماليه في اشياء كثيره موجوده في الـ في الـ في الشارع الرياضي او في الانديه وللاسف لم تطرق ولم يكون لها هناك اي ردود افعال مثلاً على موجه للأسف طيب خليني أسمع رأي الزميل حسن عبد القادر الإعلامي والناقد الرياضي الذي ينضم لنا الآن من جدة أستاذ حسن أهلا ومرحبا بكم ومساك مساء الخير مساك الله بالخير ومسا عليك وعلى الزميل عبد الرحمن وعلى جميع مشاهدي البرنامج الله يحييك أستاذ حسن أبغى أسألك عن ما طرحه عبد الرحمن الفلاج من أنه لم يأتي أحد بعمل إعلامي صحفي نتحدث عن صحفي مقروء ومسموع ومرئي يشخص حال المنتخب السعودي والخروج من تصفيات اسيا بشكل موضوعي. يمكن يعني سمعت جزء من الحديث واتفق مع جزئيه منها انا قلت لك وضع المنتخب السعودي بما انه هو يمثل يعني قامه الرياضه عندنا اللي هو الاهتمام الاكبر اعلامي وجماهيري ومسؤولين يعني اختزلنا كل الرياضه السعوديه في المنتخب السعودي الاول وهذا طبعا شيء منطقي يعني ما نقدر نخالف الواقع لكن خلينا نتكلم عن, الـ عن الـ الـ الكلام اللي قال الزميل او الكلام اللي كان يداوى في الاعلام انه الحديث عن المنتخب ما كان في يعني حديث عن مشاكل داخل ارض الملعب انه ايش يحتاج المنتخب عشان يعود قويا منافسا متاهلا يعني الاشياء اللي يطالب فيها كل الشارع الرياضي من عام 2007 يمكن اخر آه وصول لنهائي كاس اسيا اللي كانت في اندونيسيا امام المنتخب العراقي المنتخب السعودي يعاني من نقاش واحد اللي هو كل الاسماء كل الاعلام كل الجماهير قاعده تناقش الاسماء وتتجاهل الاسباب والكلام ده يمكن ذكرته انا في البرنامج او برنامج اخر لكن نفس الكلام هذه نفس المشكله ان احنا نناقش نناقش الاسماء نتكلم انه والله لو الامير سلطان بن فهد لو جاء افضل كان ممكن يكون وضع المنتخب احسن مش الامير نواف نواف الامير سلطان فهد جاء الامير نواف فيصل والله لو كان الامير نواف فيصل كان لو جاء واحد ابن الملعب ويفهم في الرياضه كان ممكن يكون وضع الرياضه افضل تغير اسم الامير نواف فيصل جاء احمد عيد ابن الرياضه ابن الملعب بدل حديث اخر والله لو جاء اسم اقوى من احمد عيد وافضل من احمد عيد وعنده كاريزما وعنده فلوس وعنده كذا حيكون وضع المنتخب افضل حيجي شخص بعد احمد عيد هنتكلم عن شخص خامس والله لو جاء فلان وفلان فاحنا المشكلة من عشر سنوات أو أكثر احنا قاعدين نتكلم في الأسماء نناقش الأسماء لكن ما نناقش الاسباب ما دخلنا إلى الملعب شفنا ايش أسباب تراجع المنتخب السعودي هل هي أمور فنية هل هي في قدرات اللاعبين هل هي في تكوينهم هل هي في المنافسات السعودية كيفية برمجتها هل كذا احنا طول العشر سنوات الماضية واحنا نناقش في الأسماء هذا اللاعب يصلح هذا اللاعب ما يصلح هذا اللاعب المفروض انه يلعب 45 دقيقه وهذا يلعب مباراه كامله هذا اللاعب يعني عارف قاعدين نناقش اسماء ما قد احد في الرياضه او من سنين طويله تحدث عن اسباب جلس قال هل تكوين اللاعب السعودي مختلف عن تكوين اللاعب الاسترالي قدرته على التحمل رده الفعل التفكير الاشياء اللي يحتاجها الملعب داخل ارض الملعب هذه ما ناقشناها نعم. كل يعني النقاش انا حتى في المباراه نعم. الاخيره للمنتخب ده ده السعودي اللي كانت امام او, أو اخر مباراه للمنتخب اللي خرج من, من من امام أوزباكستان كل النقاش كان نقاش ليه ما لعب هذا من الشوط الاول وليه هذا اللاعب لعب اخر ربع ساعه قاعدين ايضا نناقش اسماء طيب ناقش حاله وقتيه حسن واضح ما نناقش مشكله لها عشر سنوات جميل لكن انا اسالك ايضا عن موضوع اخر بموضوع الـ الـ الاعلام في هذه الفتره سواء نقاشه للمنتخب او نقاشه للانديه. عبد الرحمن الفلاج يتحدث انه الاعلام الرياضي الان اصبح اعلاما موجها. نحن يعني مش الان هي من الان هي من 40 سنه من يوم الاعلام هو موجه ما فيها كلا يعني لا نقول احنا نصنف الاعلام انه حاليا الان من عرفت الصحافه يمكن لي 22 23 سنه او الناس اللي قبلي اساتذتي اللي علمونا الصحافه انه الاعلام اعلام موجه اعلام انديه من يوم ما بدا هو اعلام انديه هذا يغطي اخبار هذا النادي اذا هو خط دفاع اول بالنسبه لهذا النادي في الصحيفه وهذا الاعلامي يغطي اخبار هذا النادي اذا هو خط اول له لهذا النادي في هذه الصحيفه من بدايه التاسيس هذا تكوين الاعلام عندنا لكن طيب. انت انا اسالك فصل. انا أسألك شخصيا انت حسن الان اسالك انت الان تمثل حسن عبد القادر الاعلامي الرياضي او تمثل نادي معين تنتمي له <applause> لا انا امثل نفسي طبعا طيب هذا لكن لي ميول اسمع اسمع عشان الناس بس عشان الناس نا. ما تقول انه حسن قاعد يكذب عليهم مم. ايوه لي ميولي طبعا اكيد أوكي. والناس عارفه إنه حسن عبد القادر لكن, لكن في الاخير انا ممكن, انتقد أن النادي اللي اميل اليه وامتدحه وادافع عنه هذا حق من حقوقي لكن ما تختلف لكن يشهد الله اذا جاءت وقفت عند المهنيه انا ممكن اقول الحقيقه كامله ما عندي هذا يعني انا اكثر شخص وانا خليني اقولها بصراحه يعني مثلا الناس حسن عبد القادر اهلاوي اكثر شخص اختلف منه اهلاويين وهاشتاقوا وطالبوا مقاطعته هو حسن عبد القادر وهاتريك ليه؟ انا بقول الحق سواء اقف معاهم نعم ادعم بعض المواقفهم نعم اذا شفت انها تتماشى مع مواقفي مع ارائي انا مع الحق لكن اذا شفتها غير او متناقضه وكذا أو لا انا اول واحد اقف ضدهم فهي المساله مساله انه بس انت كيف تتعامل مع المواقف لكن بس اوضح لك اختصرتوا الاعلام الكلام اللي قاله الزميل عبد الرحمن اختصرته الاعلام في في الزميل المراسل الميداني او اللي بيغطي الاخبار لا انا خلينا خلينا نوسع الدائره اكبر نتكلم عن الاعلام الشمولي ككل اعلام المنابر الاعلاميه التلفزيونيه اعلام توجهات الصحف نفسها اعلام المسؤولين لوزارة الاعلام نفسها اعلام يعني اعلام بشكل اكبر هل الاعلام يقوم بدوره لخدمه الرياضه السعوديه انا هنا اقول لك لا هذه اللي تتناقش لكن ما نجي نناقش مثلا مراسل ميداني غلبان جاي بخبر يدافع عن لاعب لانه صاحبه ويتصل عليه وكذا بينهم صداقه ما نناقش هذا مو يعني اهم شيء نتناقش عن توجه الاعلام بصفه عامه حسن عفوا يعني يمكن انت خانك التعبير كما اعتقد في موضوع مراسل ميداني غلبان ما في مراسل الميداني اليوم هو ركيزه اساسيه سواء للبرنامج الصحفي المرئي ولا المسموع او لا لا. يعني لا لا دقيقة ما قصدي انا عشان كلمة غلبان لا لا دقيقة دقيقة عليك لا, عليك لا, لا لا كلمة, لا لا كلمة غلبان ما قصدي فيها انه يعني بالعكس هم كلهم مم. على عيني وعلى راسي يا اخي انا بديت مراسل ميداني كنت افحط من عصر في النادي يعني ما في مشكلة لا انا بتكلم انه المراسل الميداني يجي يسلم الخبر ويمشي ما له علاقة يعني يجي الصباح اليوم الثاني المنشيت مختلف الفكرة داخل الخبر مختلفة لان الفكرة والخبر تمشي مع توجه الصحيفة نفسها عارف فهو انا ليه غلبان؟ غلبان قصدي انه ما عنده السلطه انه يقدر الخبر ذا يسلم خبره يرسله عن طريق الايميل او الواتس وما يعرف ايش مصيره. هل حينشر او ما ينشر هل ينشر بالشكل اللي هو يبغاه هل هيكون رئيسي هل هيكون على عمود ونص هل يعني عارف هذه انه يعني كلمه غلبان قصد انه ما يمتلك الصلاحيه في معرفه ايش ما مصير خبره هذا ما تقصد انت بانه الاعلام موجه لانه هناك في رئيس تحرير مثلا او رئيس ده. قسم الرياضي هو الذي يوجه توجه المد... صحف نعم نعم خالد انا بقيه توجه صحف يعني بالمنطق هي صحف مناطقيه يعني ما نقدر نفصل الجزيره والرياض عن الهلال ما نقدر نفصل المدينه وعكاظ عن الاتحاد ما نقدر نفصل البلاد عن الاهلي مثلا، ما صحف كل صحف لها نادي معين ولها توجه معين، لها اجندات خاصة تشتغل عليها، تدافع عن ناديها، تدافع لانه في الاخير هم يبحثون عن عملية تسويقية قبل كل شيء يعني. طيب خلينا نسمع رأي عبد الرحمن وقفنا الموضوع هذا في موضوع تتفق معاه لان هو يعني هو قال جزئية حلوة جدا وعجبتني بصراحة. قال انه خلينا من سالفة الاعلام الموجه بقدر ما خلينا نتكلم عن الاعلام اللي يخدم الرياضة السعودية في المقام الأول ويخدم المنتخب عرفت علي ولا لا؟ وهذه نقطة مهمة جدا لابد ان احنا نوقف عندها كثير علشان نقدر من خلالها ننطلق لرؤية أكبر وأكثر شمولية. يعني الأستاذ حسن قال كلمة حلوة وأتمنى أتمنى أن الكل يسمعها لأنها هي هي فعلاً منطلق لازم ان احنا كلنا يكون يكون هذا توجهنا، أنه أنه لابد ان احنا نؤسس إعلام يخدم الوطن في المقام الأول، يخدم منتخبنا في المقام الثاني ومن ثم نقول انديتنا كانديه بعيدا عن الالوان وبعدها تدخل الالوان طيب في اعطيني خلال الواقع خلالها. الان للاعلام الواقع عندنا احنا هي صحافه صحافه انديه بالضبط هي في المقام الاول الأندية بالوانها بكامل تعصبها وبعدين تجي على نقول الخيار الثاني اللي هو الكره السعوديه او المنتخبات السعوديه ولا تخلو من الالوان ايضا ومن ثم رياضه الوطن وللاسف انه في كثير من الناس يتشدقون برياضه الوطن ورياضه الوطن وللاسف انه كل ما ما يقولونه او يتشدقون فيه هو مجرد كلام لا يتعدى المجلس اللي هم جالسين فيه عموما متابعينا الكرام نتمنى من خلال طاولة برنامج عالم الصحافة أن يكون الإعلام مساندا للأخضر في التصفيات القادمة المؤهلة لمونديال روسيا 2018 متابعينا الكرام نروح العنوان جديد ونستهل هذه الحلقة في أول عناوين هذا المساء من خلال عنوان صحيفة اليوم <applause> في صحيفة اليوم بعد أن أصدر اتحاد القدم بيانا سابقا يؤكد الدعوة مخالفات قانونية ومالية تؤزم القضية. متابعينا الكرام دخل الاتحاد السعودي لكرة القدم في نقاش جديد مع الجمعية العمومية السعودية لكرة القدم بعد أن نفى الدعوة التي وجهها لعقد هذه الجمعيه العموميه حيث قال الامين العام لاتحاد اللعبه احمد الخميس قال دعين دعونا لجمعيه العموميه ولكن لم نحدد تاريخها ولم نرسل دعوات رسميه للاعضاء وهذا ما يتنافى مع البيان الرسمي الصادر من الاتحاد السعودي لكره القدم بعد اجتماع يوم الجمعه 5 ديسمبر حيث ورد في نص البيان دعا مجلس اداره اتحاد الكره الى عقد اجتماع غير عادي للجمعيه العموميه للاتحاد السعودي لكره القدم في الخامس من فبراير لعام 2015 في حين الاتجاه كان الى المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكره القدم عدنان العابد حيث قال صحيح دعونا للاجتماع في الخامس من فبراير على امل ان تكون تعديلات النظام الاساسي قد جهزت من قبل الشركه التي تم التعاقد معها من اجل صياغه التعديلات ولكن لم تجهز ولهذا راى الاستاذ احمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم عدم عقد الجمعيه في الخامس من الشهر الجاري عبد الرحمن الفلاج عدم إكمال الشركة لتعديلات النظام الأساسي للاتحاد هل هو سبب مقنع ومبرر مقنع للشارع الرياضي وللجمعية العمومية بعدم عقد هذه الجمعية؟ طبعا العنوان يشوف مختلف تماما عن محتوى الخبر لأنه هو يقول مخالفات يؤكد الدعوة مخالفات قانونية ومالية تؤزم القضية أنا ما شفت الخبر بالخبر لأن قلت ما في أي شيء بخصوص المخالفات اللي, اللي موجودة في العنوان هذا من جانب من جانب آخر اعتقد انه للاسف انه الاتحاد السعودي ما زال يحاول يستغبي الشارع الرياضي بطريقه او باخرى اعتقد البيان هو ادانه في المقام الاول قبل كل شيء انه لما تدعو لعقد اجتماع الجمعيه العموميه قبل الاجتماع بشهر ولا بشهر ونص ولا بشهرين وانت عارف اصلا من الاساس انه الـ 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 ان الشركه المخوله في صياغه النظام الاساسي لم لم تكمل اعمالها اعتقد انه هذا يعتبر من الاخطاء الفادحه وعشوائيه العمل داخل الاتحاد السعودي لكره القدم، هذا لابد ان احنا نعترف فيه ولابد ان هم برضه يعترفون فيها، هذا من جانب، من جانب اخر اعتقد انه اذا كان يعني يعني هل هناك فائده لعقد الجمعيه العموميه دام لم يتم تعديل النظام الاساسي؟ هذا طبعًا السؤال المطروح طبعا لا طبعا لا انت 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 عقد الجمعيه العموميه علشان تريد بدايه صحيحه وبدايه مكتمله من كل الجوانب اذا كان الشيء الاهم او الشيء او الركيزه اللي انت تحاول من خلالها تؤطر عملك بشكل صحيح ومنطقي اعتقد انه غير موجود ولابد يعني يكون هناك في نوع من التفكير او نوع من النظره الشموليه في هذه في هذه النقطه لابد اني انا ارتب اوضاعي وارتب كل ما اريد ان اعمله بشكل منطقي وبشكل صحيح ومن ثم اقدم الدعوه واعقد الجمعيه العموميه وفي وقت يكون فيه الامر كل شيء متاح وكل شيء مرتب وكل شيء واضح ومن خلال لا ادخل انا في عمليه التكهنات ولا ادخل في عمليه التاويلات ولا ادخل في عمليه النفي والاثبات ولا ولا ادخل في عمليات انا انا اصلا بغنى عنها متى ما كان انا عملي صحيح وعملي عمل مرتكز مرتكز على الاحترافيه في المقام الاول لكن للاسف العمل داخل الاتحاد السعودي هو عمل عشوائي عمل غير 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 قائم على 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 اسس معينه او اسس ثابته ينطلق من خلال هذا العمل واعتقد انه البيانات التي تصدر بين الحين والآخر فيما يخص بعض الأشياء اللي تحدث داخل الاتحاد السعودي أو ما يقال عن الاتحاد السعودي أعتقد أنها هي كافية بأنها تعكس الصورة الحقيقية داخل الاتحاد. نعم. عموماً يعني لحديثك وسؤالك عن مخالفات قانونية ومالية تؤر.. تؤزم القضية، هذا العنوان الذي ورد في صحيفة اليوم. طبعاً ما في شيء مباشر وحديث مباشر عن هذه المخالفات. وتفصيل لهذه المخالفات لكن اكثر ما ورد ورد في هذا الموضوع هو حديث طبعا نائب رئيس نادي العروبه حمود الشمبري حيث قال جميعنا يعرف ان الاتحاد السعودي دعا لعقد جمعيه ويعرف ان الاتحاد السعودي دعا لهذه الجمعيه في الخامس من ديسمبر الماضي. بعد اجتماعه على يتم عقد الجمعي الجمعيه العموميه في الخامس من الشهر الجاري غدا الخميس ولكن لم يرسل لنا اتحاد القدم دعوات رسميه وهو ما يجعلنا نتساءل اذا لم تكن هناك نيه في الاصل لعقد الجمعيه لماذا تم تحديد موعدها منذ الاجتماع الماضي وهل هناك امور خفيه لا نعلمها ولهذا يجب على اتحاد اللعبه تقديم ما يبرر عدم عقد الجمعيه العموميه وحتى الاعتذار ولم يرسل لنا ولهذا امور الاتحاد لا تصر صديق ولا عدو انا ودي اعلق تعليق بسيط شوف الحديث الرئيس العروبه هو ينافي تماما بيان الاتحاد السعودي لكره القدم الاتحاد يقول لك الرئيس العروبه يقول انه تم تحديده من الاجتماع المسبق انه يكون في خمسه أوكي. الان الاتحاد السعودي يقول احنا دعونا ولكن لم نحدد الموعد كيف لم تحدد لم لم تحدد لا, لا كان في تحديد موعد من الساعه السابعه طيب هو في البيان يقول لك في, في البيان انت تو قريته الان يقول لك في الخبر يقول الان احنا احنا ما حددنا الموعد الاتحاد السعودي بيان الاتحاد السعودي الخ... الخميس تحدث بانه آه لم يتم تحديد الموعد لم يتم تحديد الموعد طيب والمعابد ذكر انه تم تحديد الموعد طيب وهذا والتناقض هذا كيف يصير؟ انا اذا كان أميل الاتحاد والمتحدث باسم المتحدث الرسمي باسم شو اسمه الاتحاد السعودي لكره القدم متناقضين لهالدرجه معناه انه العمليه فيها شتات كبير جدا وانه كله يغني على ليله. طيب حسن عبد القادر كيف هي العلاقه بين الاتحاد والجمعيه العموميه؟ هل تعتبر أن العلاقه علاقه عدم الاطمئنان من قبل الجمعيه العموميه للاتحاد السعودي واعماله وعدم اطمئنان الاتحاد السعودي من ربما ما سيقوم به الأعضاء الجمعية العمومية هو ما يشكل عدم توافق ما بين الجمعية والاتحاد يعني ممكن ما ما نجيب جديد لو قلنا انه فعلا ما في ما في توافق بينهم هذا معروف من يعني من اول يوم ترشح فيه احمد عيد انه في حزب وحزب معارض وانا عندي قناعه انه المعارضه الايجابيه داخل اي منظومه هي هي المصلحه العمل نفسه يعني ما ناخذها بشكل سلبي او بالعكس انا ممكن تكون في معارضه بس المعارضه دي تبحث عن تجويد العمل العمل الافضل من الطرف الاخر لكن اللي حاصل انه كان في شخصا للامور يعني مثلا دحين انت لما تقول لي عن الحزب الاخر او المعارضه داخل الجمعيه العومية هي من تشكلت من اول يوم اعتمدت على انه احمد عيد محسوب على تكتل معين ونائب معمر اللي خسر اللي كان منافسه في الانتخابات خسر من يعني منتمي لتكتل معين وبالتالي اصبح الحرب بين التكتلين وليس بين احمد عيد وبين بين بن معمر هذه المساله الاولى يعني هي شخصن الامور ودخلت فيها امور الانديه انه انا علاقتي بالنادي ذا كويسه اذا ادعم احمد عيد، علاقتي بالنادي ذا غير جيده اذا انا ضد احمد عيد بغض النظر عن عمله، لكن خلينا ناخذها بشكل اخر الاتحاد الجمعية العمومية أنا أتفق معها مئة في المئة لازم يكون مجلس إدارة الاتحاد السعودي شفاف معهم في هذا الجانب في تحديد المواعيد تحديد الاجتماعات تحديد أمور كثيرة هم يمكن استفسروا عنها كتابيا وأرسلوا يستفسرون عن بعض الأمور أو بعض البرامج اللي أعلنها الأستاذ أحمد عيد في برنامج الانتخابي إيش صار فيها إيش وصلت أي مدى إيش تحقق منها إيش ما تحقق هذا كل الأمور استفسر منها ليه؟ ليه يعني بعثت بخطابات لمجلس اداره الاتحاد السعودي لانه ما كان في جمعيه عموميه، كان يفترض انه تطرح داخل اجتماع الجمعيه العموميه يناقش الاتحاد السعودي ورئيس احمد عيد واعضاء مجلس ادارته على حملة الانتخابيه، انت اعلنت انه خلال حملات الانتخابيه سيحدث كذا وكذا وكذا وكذا،, وكذا. الان تعال قدمنا بجدول زمني ماذا حدث في حملات الانتخابيه المراحل لحد الان اللي هي العنصر الاساسي لتنفيذ المحاكمه يعني حسن حسن انت حسن حسن يعني توصلنا المعلومه انه ما تم طرحه في البرنامج الانتخابي هو يعني شيء سيكون واقعا ملموسا على ارض الميدان المفروض مفروض المفروض مفروض انه في اول في اول تجربه في اول إيه مفروض. انتخابية انا شوف انا لما لما انا اعلن برنامجي الانتخابي واقول ان عندي برنامج انتخابي بس انا بس اجدوله بموعد زمني يعني مثلا انا شوف في حاجة من الاشياء الغريبه ووريك ان الامور فيها شخصاً انا الامور احمد عيد بعد تسعة اشهر من توليه المهمه خرجت اصوات كثيره تطالب بقالة احمد عيد ليه؟ قالوا ما نفذ برنامجه الانتخابي، طب هو عامل برنامجه الانتخابي على اربع سنوات يعني ليه طالبوني حقيقه خلال ثمانيه اشهر او سبعه اشهر؟ انت حاكمه بعد اربع سنوات خليه يكمل فتره تو حاكمه اذا كان اخفق فيها يعني على الاقل ما حقق ما حقق 40 30% منها يحاكم احمد عيد ويحاكم اتحاد كره القدم لكن المشكله الاساسيه واللي لخصها الامير عبدالله بن مساعد الامير عبد الله بن مساعد ذكر في تصريح له اثناء بطوله الخليج التي في, في الرياض قال انه احمد عيد او غير احمد عيد لن ينجح في رئاسة الاتحاد السعودي طالما مجلس إدارة الاتحاد لم يتم بنظام القوائم تم بنظام الانتخاب لأنه الموجودين في مجلس اداره الاتحاد السعودي هم خصوم حقيقيين لاحمد عيد هو عارفهم على فكره هو عارفهم بالاسم عارف انه ذا اللي يضحك في وجهك عارف ايش يقول وراك وعارف هو يسرب معلومات لمين وعارف كل شيء هو الشيء ذا حاصل عندهم والامير عبد الله مساعد عارف هذا الشيء عارف انه الاشخاص مجلس اداره الاتحاد السعودي بما انه تم بالانتخاب اذا لن يكون هناك اي توافق او تناغم في عمل نعم. رئيس الاتحاد مع اعضاء مجلس الاتحاد طيب هذه واضحه بس اكمل خالد لذلك الامير عبد الله مساعد لما استشاره وقالها تصريحا قالها تلفزيونيا وقالها في الصحف لما استشاره اشار اليهم بهذه اللجنه اللي تقوم بعملها الان هذه اللجنه اللي هي لجنه اجنبيه تقوم بعمل استشارات وكيفيه ايجاد اليه عمل مخرج. داخل مجلس اداره الاتحاد السعودي اللي هيتم كالتالي انه الاتحاد السعودي في اجتماع الجمعيه العموميه سيقر انه احتمال انه يجدد لاحمد عيد فتره قادمه وسيكون اختيار اعضاء مجلس اداره الاتحاد بنظام القوائم رئيس الاتحاد هو اللي يختار الناس اللي تعمل معاه لانه في الاخير لما يختار اسم لما انا حسن اختار عبد الرحمن اعرف ان عبد الرحمن ده متناغم معي فاهم طريقه عملي مت يعني متناسب هذا كلامك حسن في امور كثيره حسن كلامك هذا كانه عندك معلومه انه الاتحاد الحالي راح يتم حله ويعاد انتخاب من جديد والله هذا معلومات يعني ما اقدر اجزم لك انه معلومه صحيحه بس هذا الواضح امامي انه نعم انه سيكون سيتم تكليف احمد عيد سيحل الاتحاد ويكلف احمد عيد ويختار مجلس سيحل الاداره بنظام الك... من القائمه او الاختيار طيب عفوا سيحل عن طريق استقاله اعضاء المجلس ولا عن طريق حجب الثقه من خلال الجمعيه العموميه عن طريقين طيب عبد الرحمن الفلاج كان عندك تعقيب على حسن لا بس بقول انا لحد الان يعني اوكي احمد عيد انا من الناس اللي تفائلت باحمد عيد كثير <applause> ولا من الناس اللي ضده على فكره انا من الناس اللي كنت مؤيدين ان يكون احمد عيد موجود ولكن انا ما شفت لحد الان ولا خطوه ايجابيه جيده اقدر من خلالها اقول والله ان هذه بصمه احمد عيد وجدت او يعني غيرت في ملامح الاتحاد السعودي وكره القدم في في المملكه العربيه السعوديه انا ما أنا شايف ولا اي بصمه واضحه لاحمد عيد في الاتحاد السعودي لكرة القدم على العكس تماما انه كان يعني زادت الاوضاع سوءا فيما يخص من اللجان واعمالها واعتقد احنا تابعنا الكثير من الفضائح اللي صارت في أعمال اللجان وللاسف انه الاتحاد السعودي لم لم يتخذ اي اجراء مناسب او اجراء صارم وقوي تجاه عمل بعض اللجان ووقف في في لجان في لجان يعني الكل اشاد فيها او الاغلبيه اشادوا فيها انا اتكلم يعني في في لجان في الاتحاد السعودي عملت بشكل جيد طيب احنا نتكلم عن اللجان الاهم يعني نتكلم عن اللجان اللي تعتبر محوريه ومفصليه في الاتحاد السعودي لكره القدم للاسف انها انها آه مسابقات العام الماضي كانت لا المسابقات السنه هذه كانت سيئه جدا العام الماضي بس طيب أوكي كانت جيده طيب السنه هذه كانت سيئه جدا وللاسف انه ما كان ما طلع الاحتراف نفس العملية العام الماضي كانت والسنة هذه كانت سيئة جدا واعتقد ان احنا شفنا شو اسمه المخالفات الكثيرة اللي صارت وللاسف انه الاتحاد السعودي اشاد بعملها واشاد بكل ما قامت فيه وللاسف انه كان الامر واضح وصريح وللعيان انه هو عمل غير جيد وغير وغير مقنع بالنسبة للوسط الرياضي وللاسف ان الاتحاد السعودي لم يحرك ساكن في هذا الجانب انا اعتقد أن احمد عيد لابد ان اذا اراد ان يكون مستمر وموجود في الاتحاد السعودي او على هرم الاتحاد السعودي لابد ان يراجع الكثير من قراراته الكثير من تعاملاته الكثير من الأشخاص الذين يثق فيهم أو وضع الثقة فيهم بأنهم قادرين على أنه تسيير أمور الاتحاد بشكل إيجابي بشكل جيد أعتقد أنه لا بد يكون هناك فيه غربة شاملة للاتحاد السعودي إن أراد الاستمرار والنجاح أعتقد أنه أحمد عيد لم يقدم حتى هذه اللحظة الشيء بي. الذي يأمل أو يطمح له الشارع الرياضي بكل صدق وبأمانة جميل سمعت المرقاب يسالك يا عبد الرحمن يقول من يوم عرفت الفلاج هو حاط حيل على الاتحاد ما ادري هل هو يقصد احد او له هدف الاتحاد مين سعودي الاتحاد السعودي اول مره انتقدونه ما كنت انتقدته قبل كذا طبعا <applause> على فكره وانا اشوف انا لما لما يكون في موقع يعني يعني مكان للانتقاد انتقد وقت ما يكون فيه هناك مجال للاشاده اشيد اعتقد انه انا ليس لي علاقه لا من قريب ولا من بعيد في اي شخص من الاتحاد السعودي قدم طيب احمد وكلهم الزهراني. وكلهم بالنسبه لي على حد سواء هذا شيء جميل ان شاء الله اتمنى كذلك الكل احمد الزهراني في هاشتاج البرنامج يقول رياضتنا تسير نحو منحنى سيء والبعض يبحث عن مصالحه الشخصيه على حساب مصلحه رياضه وطن نصراوي تيمة يسألك حسن يقول هل يرى أن النقد على أحمد عيد هو هي ميول فقط لأن نذكر الهجوم على الأمير نواف الفيصل واختفى مع الأمير عبد الله بن مساعد والآن النقد لعيد فقط طبيعي أكيد الميول لها دور كبير جدا أنا أقول لك أنا اللي أحبه أجمله وأعطي له أكبر من حق يعني أجمل أخطاءه وأحولها إلى سلبيات تحول إلى إيجابيات لكن الشخص اللي ما أحبه إيجابيات تحول إلى سلبيات أهمش دوره طبيعي صدق اللي حاصل في رياضتنا كله يصنف تحت بند الميول طيب يعني ما في الا ما ندر وقله قليله جدا حسب علاقه شخصيه يمكن يعني يتغير وجهه الشخص في خلينا نقول بالاسماء مثلا يعني احمد عيد الان شو من انتقد احمد عيد؟ شو من ندافع عنه؟ حتلقى أن المساله مرتبطه ايضا بالميول منغمسين في الميول الى اقصى مشاكل المنتخب اللي كانت في استراليا مثلا، موضوع مم. ناصر الشمراني، موضوع الهزازي والسهلاوي، شوف من كان يدافع عن ناصر؟ من كان يهاجم السهلاوي؟ بعدين ارجع مره اخرى، من كان يهاجم؟ الامر مرتبط بالميول، بقميص النادي، احنا ما نظرنا للاعب منتخب انه لازم نصراوي لازم يعني والعكس صحيح يعني عارف؟ لقميص النادي وهذه مشكلة نعم ما راح تحل جميل محمد المتحمي يقول اعلامنا موجه لتكريس مفهوم واحد للأندية انا هو اعلام اندية فقط ايضا في كثير من المتابعات شباب الهوى يقول احمد فعلة. عندك تعليق نقفل فيه الموضوع بسيط جدا تفضل. الان الامير عبدالله بن مساعد انا برجع لتعليق الامير عبدالله بن مساعد بانه انه احمد عيد لن ينجح انا اقول لن ينجح لعده اعتبارات وهو اول واهم اعتبار انه ارتباط المبطن من الاتحاد السعودي في الرئاسة العامة شباب هو من جعل عدم نجاح أحمد عيد للقيود المفروضة عليه وعدم حرية التصرف أو حرية اتخاذ القرار بشكل مباشر من كونه اتحاد سعودي كرة القدم هذا لابد ان احنا نعترف فيه بمعنى انا اعطيك دلاله دل... لا نعترف فيه اذا دل... كان عندنا وقائع وحقائق بعطيك دل... دل... دلاله بسيطه نعم. بس... حاجه بسيطه جدا مين اللي اعلن عن التعاقد مع كوزمن أول من أعلن عن اتحاد عن شو اسمه كوزمن تعاقد تعاقد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير عبد الله بن مساعد. إيش علاقة على الأمير عبد الله بن مساعد أنه هو يطلع في تويتر ويعلن أنه هو اللي أنه الاتحاد السعودي أو تعاقدنا مع كوزمن لدرايته أو لارتباطه أو لقربه من الكرة السعودية. إيش علاقة عبد الأمير عبد بن مساعد في اتحاد كرة القدم؟ هذه نقطة مهمة. هو رجل الرياضه معليش بس ايش معليش على العين على الراس بس هذه من مهام الاولى والاخيره للاتحاد السعودي كره القدم لا لا ما كانت من مهام الاتحاد السعودي لا فيه المفروض المفروض انها تكون خليني اوضح لك الفكره بس عشان تكون عشان تعطيني المعلومه ويقبلها المشاهد الفكره انه احمد عيد أه الاستاذ احمد عيد هو اللي كان مسؤول مفوض من مجلس الاداره للبحث عن مدرب في هذه الفتره الوجيزه والبسيطه وكان عنده مجموعة من الخيارات استعان بكثير من الوسط الرياضي ومن ضمن الذين استعان بهم ودعمهم الأمير عبد الله بن مساعد هل يعني إذا جاء أحمد عيد وطلب منه الإعانة أو هو قدم نصيحة لأحمد عيد هل يعتبر هذا يعني آه أنه آه وصاية مبطنة من الرئاسة العامة لعيادة الشباب على الاتحاد السعودي لا لا ولكن انا اقول لك وش اللي سا. لما طيب ليش ما اعلنها سين او صاد من الناس انه هو برضه تلقى اعطى نفس المعلومه لاحمد عيد وقال والله احنا تعاقدنا مع شو اسمه كوزمن لدرايتا او من الكره السعوديه. يا اخوي خالد ابى اقول لك على نقطه مهمه. اعتقد حتى لو شوف حتى لو كان فعلا في تدخل من الرئاسه في الاتحاد السعودي وفي لجان الاتحاد السعودي طبيعي جدا طبيعي جدا لا طبيعي لا طبيعي الطبيعي انه ما يكون في تدخل اقول هذا اللي حصل الان الاتحاد, أنا أنا الاتحاد مستقل مستقل, مستقل شكليا الاتحاد الدولي شكلياً قدم الفيفا شكليا مستقل شكليا ولكن ضمنيا انه هو مرتبط ارتباط كلي في الـ في الاتحاد في الرئاسه العامه بقول لك على حاجه في احد كان احد الشخصيات كان يبغى يرشح نفسه للاتحاد السعودي لكره القدم انا بنفسي من الشخصيه هذه شخصيه معروفه وشخصيه لها قيمتها ووزنها الرياضي ابى اقول لك على حاجه يعني سالته من, من الوسطى ولا من الغربيه من الأس... لا لا من الوسطى ابى اقول لك على حاجه سالته قلت له يعني ليش ما ترشح نفسك لرئاسه الاتحاد السعودي لكره القدم؟ قال كيف ارشح نفسي الاتحاد رئاسه الاتحاد السعودي لكره القدم هو اصلا لم 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 يستقل حتى الان من من الرئاسه العامه شباب الشباب. ما في استقلاليه، كيف ارشح نفسه وهو مو مستقل اصلا؟ هذه نقطه مهمه جدا. طيب عموما انا ابغى اقفل الموضوع هذا وكانك تلمح انه في تدخلات في الاتحاد السعودي لكره القدم طبيعي جدا طبيعي في حديث للاستاذ احمد عيد راح نتابعه في العنوان التالي في صحيفة الشرق الأوسط نفى وجود تدخلات في المنتخب السعودي وغالب خانه التعبير أحمد عيد للشرق الأوسط لست جبانا لأستقيل والجمعية العمومية هي المرجع. اعترف الاستاذ احمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ان اتحاده تعرض للمعاناة في التخطيط الى الذي سبق مشاركته الاخيره في نهائيات كاس امم اسيا والتي ادت الى خروجه من الدور التمهيدي في البطوله. وتحدث عن بدايه وضع الاستراتيجيه القادمه لكرة القدم السعودية من خلال الاجتماع الذي سيعقد يوم السبت المقبل حيث سيتم الكشف عن الرؤية والاستراتيجية لعشرين سنة مقبلة وأكد بأن التخطيط سيكون مختلف تماما عن ما خطط له في السابق وبشأن انتقادات اللاعب الدولي السابق ياسر القحطاني وتحميله اتحاد الكرة خروج المنتخب قال ياسر ابن من أبنائي بل أعتبره ابني وهو يعرف كثيرا عن كرة القدم داخل المستطيل الأخضر ولكن لديه أيضا وقت كاف ويعرف جميع الأمور من جميع زواياها وأحييه على مبادرته الطيبة إذا كانت في قالب النصح والإرشاد وحول قصة التدخلات المثارة من جانب إبراهيم غالب لاعب المنتخب السعودي قال أحمد عيد غالب خانه التعبير فيما يتعلق بموضوع التدخلات وهذا الكلام مردود عليه وليس هناك ما يدعو التعليق على هذا الأمر لأنه أمر فني وأنا أحترم كل الأراء ومن ضمنها رأي المدرب واحمد عيد ليس لديه السلطه بان يختار او يغير لاعبا لاني لا افهم بالنواحي الفنيه ولدي درايه بالنواحي الاداريه وانا احترم نفسي وجميع من يعمل باتحاد الكره يعرف حدوده كما لم يكن هناك اي تدخل لاي مدرب او اي عضو من اعضاء اتحاد الكره والكل يعمل ما يمليه عليه ضميره وفي ايضا حديثه عن تصريح اللاعب ناصر الشمراني وحديثه عن ان المنتخب ان ان الاستاذ احمد عيد خانه التعبير في حديثه عن ان اللاعب كان متاثرا نفسيا في البطوله الاسيويه رد احمد عيد بمثاليه اعتذر للاعب ناصر الشمراني ابدا معك حسن عبد القادر من حيث انتهى عبد الرحمن الفلاج، هل هناك تدخلات من الرئاسه العامه لرعايه الشباب في اعمال الاتحاد السعودي؟ لا ما في تدخلات بشكل مباشر يعني انه مثلا ويتحدث مبطنا يعني عين, مبطنة. عين مبطنة. غير بدل ما في تدخلات بشكل مباشر، في نوع من يمكن يعني هم ما زالت ما زالت الرئاسه العامه لرعايه الشباب بما انها هي اللي تحدد ميزانيه الاتحاد السعودي لكره القدم اذا هي تفرض دور الوصايا عليه. هذا طبيعي لكن ما في تدخل مباشر انه غير هذا الرئيس غير هذا اللاعب جيب مدرب جيب كذا ما اعتقد انه توصل لهذه المرحله لكن في الاخير انا اعتبر اني وصي عليك لانه انا ميزانيتك انا اللي احدد لك ميزانيتك انا احدد كم تستلم وكم تاخذ وبالتالي لازم في علاقه بينهم يعني ما راح تنقطع في هذا الجانب لكن خلينا نتكلم عن احمد عيد كشخص يعني يعني شفنا رد احمد عيد طبعا هو الرد الناس يعني احمد عيد من يومه يعني مش جديد عليه انه شخص محترم وشخص مؤدب وشخص توافقي الكل يجمع عليه انه اخلاق احمد عيد هذه تربية أحمد عيد وهذه هذه قدراته لكن أحيانا بعض الأمور وأنا أقولها للصديق والأخ أحمد عيد أحيانا بعض الأمور تحتاج إلى حزم إلى إلى قوة إلى إلى إلى, إلى الرجل المسؤول اللي يقدر يقول هذا للشخص ذا ستوب هنا خطأ تحاسب اطلع أنا, أنا يتكلم ياسر القحطاني يطلع يقول هذا ابني ومدري إيه وزي كذا يتكلم أيش كنت تبغى أحمد عيد يقول لياسر القحطاني؟ ها؟ أه؟ ايش كنت تبغى احمد عيد يقول ياسر القحطاني؟ استدعي للتحقيق الكلام اللي قلته ذا كلام خطير حق الاتحاد السعودي طيب وابراهيم غالب الشمراني ابراهيم غالب اي اي الكل الكل ما فيها كلام طيب انا في معلومه يعني هذه جزئيه ناصر الشمراني حديثه يعني كانه المح الى انه يعني لم يستطيع احمد عيد لم يكن لديه درايه عن ناصر الشمراني وواقعه. لا لا ناصر الباسد. الشمراني ما له علاقه، شوف ناصر الشمراني كلام يعني انه كان معاني نفسيه مع انا اتكلم عن ابراهيم غالب وعن ياسر قحطاني استدعوه للتحقيق اذا فعلا عندكم معلومه واخفيتوها تعال اطلع، تعال اطلع يا ابراهيم غالب انت رجل شجاع وقلت انه في تدخلات تعال. طيب لي التدخلات خلاص ياسر قحطاني انت قلت الكلام على التحالف السعودي، تعال طيب. تحاكم تحاسب تحقق معك اطلع. طيب هنا في الامور دي حسن ما فيها ما فيها مجامل هذا حسن ابني وذا حبيبي طيب حسن وهذا صديقي وهذا اللاعب ابني لا ما فيها ابني حسن انت, بت... انت بس أكمل 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 لا خلي لا خليني بس بعطيك اسم كمان الدكتور شو اسمه الدكتور عبد الرزاق ابو داود الدكتور عبد الرزاق ابو داود نعم الكل اللي اللي رمى اللي اللي مسك يعني طرف الخيط في الموضوع ذا يعني انا قلت الكلام ذا واكرره الشجاعه لا تتجزأ انت رجل شجاع طلعت قلت في تدخلات في المنتخب السعودي يا ابراهيم غالب او ياسر او الدكتور كمل شجاعه وانا اعرف انه الدكتور عبد الرزاق عن قرب رجل شجاع وما عنده مشكله اطلع كمل هذا الشيء لمصلحه الكره السعوديه قول اللي تدخل فلان وفلان 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 عشان نستعصل هذا الورم اللي له أربعين سنه مع انه انا اعتقد وجهه نظر شخصيه انه نسيج من خيال يعني عارف خيال ما في اسماء تتدخل بس احنا هذه شماعه موجوده اي اخفاق في تدخلات يعني لما يفوز المنتخب باي بطوله كان يفوز زمان احنا نقول التدخلات دي من خمسين سنه 40 سنه لما فاز المنتخب في بطولات سابقه ما قلنا والله هذا الرجل اللي تدخل ما شاء الله عليه جاب البطوله لا نقول جابها اللاعبين والجهاز الفني والاداري هذا الرجل الخفي اللي يتدخل ما نجيبه الا في حاله الاخفاق والكلام ده كان قلته في البرنامج قبل كذا لكن خلينا نقول نقطه اخرى احمد عيد الصديق والاخ اكرر نفس الكلام الطبطبه والكلام التوافقي احيانا غير مجدي ويزيد ويزيد الطين بله ويضاعف عدد الناس اللي يطلعوا يتكلموا يعني اديك مثال بسيط الاستاذ عبد الله البرقان رجل اقدره واحترمه كشخص على عينه وعلى الرأس لكن لما الزميل عبد الله يتكلم باسم الاتحاد او لجنه الاحتراف من حسابه الشخصي في تويتر ويقعد يختلف مع الجمهور وينكت معاهم ومن حسابه هو يبث معلومات تتعلق بالانديه وتتعلق بامور مهمه من حسابه الشخصي انا اجي كرئيس اتحاد السعودي اقول له ستوب دكتور عبد الله أنت عندك تبغى أنت متحدث إعلامي تبغى تبث أخبار الاتحاد أو لجنة الاحتراف ولجنة مهمة وجماهيرية ومتابعة تبغى تبثها افتح حساب في تويتر باسم لجنة الاحتراف ويبث الخبر من خلالها إذا كنت تبغى تويتر إنه يكون في يوم واحد حيوصلوا فيها مئة ألف ميتين ألف مشترك لأنه هذه هتبث أخبار تهم كل الأندية وكل الجماهير لكن ما تبث من حسابك الشخصي أنت تقعد تبث في الشخصي وتتناقش مع الجماهير وهذا تختلف طيب معاه وهذا يقول لك كلام سيء يسيء لك ويشتمك انا ما اقبل هلا الدكتور طيب حسن, حسن حسن اذا تحدثنا في هذا الجانب والصحيح ان هناك لجنه لجنه الاعلام موجوده نعم في الاتحاد السعودي انا ما كم بهذا نعم الدور انا خلصت كم اللجان فانا اقول لك الدكتور عبد الله برقان يفترض انه الاخبار كلها تطلع عن طريق اللجنه الاعلاميه للاتحاد السعودي لكره القدم انت تبغى اخبار عاجله وتخاف انه اللجنه ذيك تبغى لها صياغه وكتابه وتاخر توزيعه وتروح بريد للصحف خلاص اعمل حساب باسم لجنه الاحتراف في تويتر يا اخي مو لازم صوره الدكتور عبد الله البرقان وانه يتواصل يعني الحساب ذا ما يكون فيه متابعين ما يكون فيه ردود انا بث الخبر بس المتلقي المشجع ياخذ الخبر من 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 لكن انا الدكتور عبد البرقان شوف شوف الردود اللي تجيه، يعني لما يقول كلام ما يعجب الاتحاد، شوف الهلاوي ايش شو يقول عليه، شوف يقول نصراوي والهلالي ايش يقول عليه، العكس صحيح، يعني انت فتحت مجال انك انت تدخل في نقاش، بتناقش مع الجمهور احيانا جمهور متعصب، بيشتم الرجل وانا ما اقبلها له، بيشتم الاتحاد السعودي، بيشكك قرارات، ليه؟ انا لو بدل احمد عيد اقول له يا دكتور معليش انت تمثل لجنه مهمه في الاتحاد السعودي لكره القدم توقف على التغريد من حسابك. يا رجل يفتح حساب اسم الاتحاد السعودي لكن هذه هي جزء من الفوضى الحاصله جزء من عدم التقدير للمسؤول انا والله مش مو عشان احمد عيد احمد عيد يمكن يعرف معزته عندي لكن لو كان الدكتور عبد الله يعرف انه في رجل لو رفع عليه السماعه وقال له توقف والله حيتوقف ما راح من حسابه والكلام ده انا اقوله للدكتور طيب عبد الله والبقيه اللي بيتجاوز النظام اللي يعتبر طيب كل واحد سلطان في في, في لجنه جميل حسن سمعت منك الحديث وراح ارجع لك في هذا الحديث الخاص بالأستاذ احمد عيد لكن اسالك <applause> عبد الرحمن عن هذه النقطه تحديدا والاستراتيجيه التي يريد الاتحاد السعودي واعضائه يوم السبت المقبل ان يضعوها ل عاما قادمه والله شوف احنا من من سنين طويله وحنا نردد نفس الكلام وللاسف ان احنا ندور في في حلقه مفرغه غير قادرين على تحديد الملامح اللي 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 ننطلق من خلالها العمل احترافي مؤسساتي ناجح في المقام الاول وينهض بالكره السعوديه حسب ما يتمناه كل مواطن سعودي وكل رياضي سعودي اعتقد انه ما يحدث الان هو مجرد اراء ومجرد احاديث لا تتعدى المجالس او لا تتعدى الاوراق ولكن نريد ما هو على الواقع نريد تنفيذ لهذه الرؤى ولهذا التخطيط ولهذه الدراسات ولهذه الاستراتيجيات كلها نريد لها رؤيه او مراه على الواقع من اجل ان اما ان نشيد او ننتقد او ندعم فاعتقد ان هذه الاشياء غير موجوده على وجه الاطلاق حاليا الى إيه طيب هذه اللي بيسوي استراتيجيه ل عام قادمه تصفيات بقي لها اقل من اقل من شهرين تصفيات مونديال روسيا 2018 في روسيا لم لم نصل حتى الان لمدرب والله شوف بقول لك على حاجه اعتقد انه قرات قبل فتره انهم تعاقدوا مع بليسا المدرب الارجنتيني قبل تقريبا ثلاث اسابيع تقريبا واربعه قالوا انهم تعاقدوا مع المدرب الارجنتيني بليسا لمده ثمان سنوات هذا اللي انا سمعته <تكلم> حتى تكلمت في احد البرامج عن النقطه هذه وتكلمت عن مده العقد وكان الوضع بالنسبه لهم يعني كان بالنسبه لي الوضع يعني جدا مفاجئ انك انت تتعاقد مع مدرب لمده ثمان سنوات اعتقد ان هذه تعتبر يعني كارثه حقيقيه طيب. إن لكن انا ابغى كان ارجع لنقطه مهمه اللي هي نقطه التدخلات قبل قبل نقطه التدخلات خلني في هذا الاطار فقط الاستاذ احمد عيد في هذا التصريح تحدث بانه لن نفصح عن اسم المدرب حتى نتفق على جميع الأمور ولدينا استحقاقات مقبلة في شهر مارس حيث سنشارك في تصفية البطولة الأولمبية التي ستقام في إيران وسيتم الاستعانة بلاعبين من الكفاءات في الدوري السعودي المحترفين وربما نختار كادرا تدريبيا وطنيا للإشراف على تدريب المنتخب الأول في أيام فيفا التي ستقام الشهر المقبل تفضل حديثك عن التدخلات هذا في شأن المدرب طيب أتكلم على موضوع كوزمن الان بعد التعاقد مع كوزمن من اختار اللاعبين؟ هل كوزمن اختار اللاعبين؟ اختار من ال 50 لاعب ال 50 لاعب على اساس تم اختيارهم؟ بناء على القائمه السابقه من المدرب السابق وليه طيب السابق؟ اذا كان هو مدرب يقول لك انه هو قريب من الكره السعوديه وعارف الكره السعوديه وعارف اللاعبين وعارف كانت مطلوبه مطلوب هذه القائمه قبل التعاقد مع كوزمين طيب كان لازم يرفعوا القائمه الاتحاد السعودي للاتحاد الاسيوي قبل التعاقد مع طيب واذا كان واذا كان طيب في لاعبين كفء موجودين خارج ال 50 لاعب ايش 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 مصيرهم؟ وين الرؤيه الفنيه اللي يتم من خلالها خلي ما مضى مضى انا اتكلم, أتكلم عن الان ما ما آه اللي جاي هو تحدث الاستاذ احمد عيد بانه آه يعني بانهم اخطا الاتحاد السعودي وذكر بانه اعترف بأن اتحاده تعرض للمعاناة في التخطيط الذي سبق لمشاركة الآسيوية. أخوي أخوي خالد بقول لك على نقطة مهمة. مشكلتنا احنا ارتجالية في العمل دائما. ومشكلتنا أن احنا حتى حتى ما نعرف كيف نبرر خطأنا. عرفت علي يعني كنا كنا من قبل من قبل دوري الخليج وحنا كنا نصيح ونتكلم ونقول نبغى مدرب كويس لل نب... الان ابغى الحلول اوكي خل... يعني الكل ال... ال... تحدث عنا عبد الرحمن طيب يعني بخل... الحل الحلول خلحنا. الحلول راح تكون نظريه لكن وين 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 التنفيذ هنا النقطه مهم. طيب تكلمنا احنا قبل كذا واعطينا حلول لكن وين التنفيذ وشلون كان التنفيذ التنفيذ كان ما كان ما كان بالصوره اللي احنا نتمناها او كنا او تكلمنا فيها الان, 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 الان في المفترض ان يكون الان الان روسيا انا خليني بسالك الهدف الان المفروض الاستراتيجي يكون روسيا 2018 ولا 2022 لا اكيد 18 لان هذا اللي يهمنا احنا الان لان لحد الان الكره السعوديه تبحث عن ذاتها تبحث عن 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 هويتها اللي 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 غابت من 2007 الان الان المفروض انه يكون في عمل خليه نحل الاتحاد السعودي من اجل التعاقد مع مدرب من الان يعني خلال خلال يعني الاسبوعين القادم هذا بيكون الاعلان عن عن المدرب من اجل انه هو يقود المنتخب في اول منافسات له مو انا اقول والله ارشح فريق يعني مدربين من الوطنيين من اجل انا مش تقليلا في المدربين الوطنيين نعم. ولكن ما اعتبرهم برضه لا تحطهم برضه هم مجرد ان هم سد خانه يعني والله ايوه لا لا سد خانه يعني بس والله بسد خانه لاني انا زي اللي متوهق وابغى ابغى بس اطلع من هال المأزق هذا بان انا احط والله مدربين وطنيين، مش صح الكلام ذا، انت طيب بتعتمد على المدربين الوطنيين اعتمد عليهم اعتماد كلي قل والله انتم من يعول عليكم الجمهور والرياضيين بانكم انتم تكونون السبب الرئيسي والفاعل في في نهوض المنتخب السعودي انا اتفق معك في النقطه هذه وتكون الرؤيه واضحه لكن والله انا أه والله بحطهم عشان بس البطوله بطوله الاولمبياد بعد كذا اروح انا ادور على مدرب ثاني عشان يرجع من جديد من, من, من نقطه الصفر اعتقد ان الوضع هذا هذا برضه هنا في تخبط وفي عشوائيه من الان انا لابد ان انا احدد المدرب ولا بد ان انا اتعاقد معه ولا بد انه هو يجي ويشرف على كل صغيره وكبيره موجوده من اجل ان احنا نوصل 2018 بفريق قوي وقادر على انه هو يعيد صوره الكره السعوديه بالصوره اللي احنا نتاملها جميل عموما نتمنى ان شاء الله تعالى ان يكون ذلك متابعينا الكرام لا زالت المحطه الاخيره في عناوين هذه الحلقه عن الاخضر السعودي ومركزه التصنيف بعد ان حل في المركز الحادي عشر على مستوى القاره وال102 عالميا التصنيف يعقد مهمه الاخضر في بلوغ مونديال روسيا يبدو متابعينا الكرام ان الشارع السعودي الرياضي المتابع لكره القدم والمحب لمنتخب بلاده لن يخرج من احزانه بالخروج من الدور الاول لنهائيات كاس امم اسيا حتى يصطدم ايضا بالتصنيف الجديد الذي وضع المنتخب السعودي في المرتبه الحادية عشرة على مستوى القارة وال 102 عالميا، مما يعني ان مجموعة مجموعة المنتخب ستضم واحدا من افضل ثمان منتخبات في اسيا المنتخب السعودي الذي غاب عن اكبر محفل قاري مرتين على التوالي بعد ان بلغه اربع مرات متتالية سيجد الطريق نحو كسر نحس الاعوام الماضيه وعرا خصوصا ان نظام التاهل الاسيوي الى المونديال يبدا عبر ثماني مجموعات يتاهل الاول من كل منها إضافة إلى أفضل أربعة حققوا المركز الثاني في كل مجموعة إلى الدور الثاني. حرمان السعودية من تصدر مجموعة قد يعني تواجد السعودية في مجموعة تضم بطل القارة أستراليا أو وصيفه كوريا الجنوبية أو حتى اليابان أو إيران وبالتالي يتحول هدف الأخضر إلى خطف بطاقة الوصافة. حسن عبد القادر ملامح استعداد المنتخب السعودي لتصفيات التصفيات المؤهله لنهائيات كاس العالم في روسيا حتى الان ملامح طبعا سيئه جدا يعني انه عدم طبعا انا يمكن الزميل عبد الرحمن يعني من من شهرين او شهر ونص وطبعا شبه اتفاق مع بيلسا مدرب الارجنتيني مدرب مارسيل الفرنسي بس انه ارتباط مدرب بعقد مع ناديات تقدر فرصه ل يعني لحل مشاكله مع, مع نادي وسيعلن انه هو مدرب المنتخب السعودي لثمان سنوات قادمه يعني انا اختلف مع الزميل عبد الرحمن في المده المده تحتاج مده اطول يعني اذا اتفقنا ان المدرب مدرب ممتاز خلاص اعطيه المده لكن احنا كان خلاف انا يعني مثلا لما ريكارد ريكارد اول شيء مبلغ عالي ثاني شيء ريكارد ما كان عنده يعني ممتلك الخبره الكبيره ما عنده نجاحات الكبيره حتى مع برشلونه برشلونه اي احد ينجح معاهم راح تركيا ما نجح بشكل كبير مع منتخب هولندا ما كمل موسم واحد ما نجح معاهم اذا لكن زي بيلسا بيلسا من افضل مدربين العالم يعني هم يعني يسمون العبقري او يلقب بالعبقري يعني حتى في استفتاء الاخير اللي نجوم العالم ميسي كان مرشح ثلاث مدربين حط في راس القائمه بيلسا او افضل مدرب على مستوى نعم. العالم لانه سبق وتدرب معه فانا بقول لك اختياره ان تم فعلته هو اختيار صحيح اديه اديه مدته اديه ثمانية سنوات اعطيه يعني ما عندي مشكله احنا ما نبغى نجرب طيب مدرب ابو شهر حسن حسن انت قاعد الان تتحدث عن موضوع المده والمدرب كانه في اتفاق نهائي مع هذا المدرب نعم بس. نعم خلينا نعم خلي نعم في, في نعم عبد الرحمن معلوماتي انه المدرب هذا هو طيب عبد الرحمن عنده تعقيب وتعليق على على موضوع المده إيه اعتقد طيب بس اكمل بس برجع لك برجع لك حسن اخوي اخوي حسن مسك الله بالخير اهلا مسك الله اللي اعتقد ب يعني انا ما قد يعني شفت او سمعت في 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 كل منتخبات العالم انه يكون مده التعاقد مع مدرب بهذه المده الطويله الثمان سنوات، بمعنى انه انا كمدرب حتى وان كان مدرب كفؤ ومدرب خرافي ومدرب له قدرات يعني غير معقوله، اعتقد انه من الافضل لي انا كجهه تبغى تتعاقد مع المدرب، اتعاقد بشكل منطقي، يعني اربع سنوات يعمل فيها اللي هي حتى حتى اوصل انا لنهائيات كاس مثل كاس العالم عام 2018 واقيم عمل عمل المدرب، هل هو عمل جيد؟ استمر معه عمل غير جيد استغني عنه اما عمليه ثمان سنوات فانه حتى يعطي حتى للمدرب انه هو نوع من التراخي في عمليه التاسيس او العمل بشكل بشكل منطقي بشكل قوي من اجل تاسيس منتخب منافس هذه من وجهه نظري عمليه ثمان سنوات مده مبالغ فيها بشكل كبير جدا افضل مده دائما شوف حتى كل منتخبات العالم تكون من تكون كاس العالم هي الهدف اللي دائما يضع المتعاقد معنا الى كحد فصل بينهم هنا السؤال لكم الاثنين انت وحسن بانه هل هدفنا الان مونديال روسيا او مونديال 2022 في قطر؟ انا وجهه نظري مونديال مونديال روسيا طيب اسالك يا حسن تفضل طبعا للمعلوميه فقط المنتخب السعودي فيما اذا لو خرج لا سمح الله من هذه التصفيات سيكون على مدى اربعة اعوام يعني خارج نطاق المباريات والبطولات لانه راح تتوقف كل البطولات ما راح يكون في بطولات المنتخب السعودي، يعني المدرب إذا ما حضر الآن وسار بشكل جيد في التصفيات، المواسم القادمة الأربعة تقريبا القادمة لن يكون هناك مشاركات رسمية للمنتخب السعودي فيها. تفضل طبعا أعيد أعود للنقطة الأولى اللي هي نقطة الأربع أو ثمانية سنوات، هي في الأخير هي ما يعني ما هي زواج كاثوليكي يعني هيبقى طول العمر يعني ممكن انا اتعاقد معاه ثمانية سنوات لكن بعد اربع سنوات افصح العقد بينه شرط الشرط يعني ما هي مشكله ما راح يبقى غصب عني ثمانية سنوات يعني لو احتجته حتى لو بعد سنه سنتين شفت الرجل ما يقوم بعمل جيد ما يقوم بعمل ممتاز ما يقوم كذا ممكن بعد سنه افصح العقد فالاخير في شرط في العقد وشرط جزائي ادفع له شرط جزائي ومع السلامه هذا جانب الجانب الاخر لما تمنح ثمانية سنوات انت بتتكلم الاتحاد السعودي الان بتتكلم عن مشروع مشروع اللي هو 20 22 مشروع متكامل يعني لانه هيبدا من المراحل السنيه المدرب حيكون مع اطقم مساعده ابتعاث لاعبين للخارج لمده سنوات يعني هذا الفكره اللي عندي للمشروع القادم للرياضه السعوديه هذا هو بيلسا لما نديه ثمانية سنوات معناه انا اديته الوقت الكافي انه يخطط لمرحله متقدمه <applause> عفوا الامر الاخر تقول لي الفتره دي الان انه فتره هدفنا الان بروسيا. روسيا ولا لا روسيا اصلا الشارع الرياضي ما راح يرحمك مم. يعني انت لما تيجي الان وتقول لي معلش انا خطط 22 اقول لك خطط براحتك لكن انا ما بغيب للمرة الثالثه والرابعه على المونديال شوف لي اي حل الان انا من الاخطاء وانا زي ما قلت لك انا ما عندي مشكله في الميول إن انه اذا كان اخطا اخطا انا اقول لك الاتحاد السعودي اخطا خطا كبير الان انه يبحث عن مدرب وطني مدرب طوارئ يقود المنتخب في يوم الفيفا ما في مدرب وطني الان ممكن تعتمد عليه تقول ده مدرب جيد ما في لا تقول لي اي مدرب سعودي الان مدرب وطني ما في انا وجهه نظر شخصيه اشوف انه يمكن فيصل البدين من افضل المدربين ممكن الان يكون يمسك يمسك منتخب البقيه والله مع احترامي كلهم اخذوا التجارب خاضوها جربوا قبل كذا ما كان حققوا النجاح المطلوب في هذا الجانب يبقى هذا رايك طبعا بالتاكيد نحن نحترم المدربين أيوة الوطنيين في لهم منجزات يعني انا مثلا عبد العزيز أنا... الخالد أه بندر الجعيثين كلهم لهم منجزات خالد القروني لهم منجزات كلهم في الفرق أختبر السعوديه اختبروا مع تقدير احترام اختبروا وخاضوا التجربه وحققوا نتائج لكن انت تتكلم عن منتخب سعودي اول شوف اللاعب السعودي متى اخذ المنتخب متى اخذ المدرب الوطني يعني متى اخذ المدرب الوطني فرصته في المنتخب السعودي الاول ما ما سمعت سؤالك اقول متى اخذ المدرب الوطني فرصته في المنتخب السعودي الاول وحتى لو ما اخذها احنا ما نبغى ياخذها اصلا لانه مم. اصلا انت انت تقيس عمل منتخب انت شوف قل لي الان من افضل مدربين سعوديين عندك دربوا ايش النتائج انا اشوف في الفئات السنيه, فيها عمل السنية فيه عمل في عمل مدربين لما جيد لما تكلم انت لما تتكلم عن منتخب اول انت بتجي مع لاعب هو متضخم حاس نفسه انه لاعب عالمي مم. عارف يعني اللاعب الان اللاعبين المحترفين السعوديين يشعر انه هو لاعب عالمي هذا تعامل هذا تعامل نفسي يتعامل, تعامل إيه يتعامل مع مدرب في ناديه لاعب سي ممتاز مثل منتخب بلاده يتعامل مع مدربين كبار جدا في انديتهم وبتكلم عن الانديه الاربعه والخمسه يعني اللي تقدر تجيب مدربين على مستوى عالي لما تاخذ منتخب وتجيب له مدرب وطني والله ما راح يطبق اي جمله ولا راح يحترمه اصلا ولا ينظن انه مدرب لا ما لا بدون مع بدون بدون, إيه؟ بدون, ما تحلف يا حسن ان شاء الله انه مو مو كل اللاعبين عندهم لا كل لا كلهم كلهم لا لا الاغلبيه يعني الاغلبيه إيه؟ ما يتعاملوا مع المدرب الوطني بنفس الاهتمام اذا إيه كان المدرب, المدرب الوطني عنده شخصيه, شخصية. اللي يتعامل فيها المدرب الاجنبي المدرب الاجنبي لو اقول له قوم الصبح يقوم تحصل لو مدرب وطني يجي يسحب رجوله يسولف معاه ايه رجع هذا حبيبنا وصاحبنا فانا بقول لك يعني لانه اللي يفرض قوه المدرب اول شيء شخصيته لانه لما اتكلم عن فكر تدريبي ترى كل المدربين درسوا ويعرفون انه الخطط والطريقه والتكتيك والتكنيك كل الناس عندهم اطلاع لكن احيانا شخصيه المدرب نفسه قدرته على توظيف العناصر قدرته على ضبط النظام الرجل اللي له هيبه له كاريزما هو ممكن تفرق معاه كمدرب لانه تكلم عن الخطط كلهم يقراوا نفس الخطط كلهم يقراوا نفس الكتاب كلهم يفكروا نفس التفكير متقارب في طريقه التعامل مع المباريات لكن احيانا شخصيه المدرب وهيبته داخل الملعب وهيبته على الدكة مع اللاعبين هي تفرق معاه انه مدرب ناجح او مدرب فاشل. نعم. اسمع تعقيب اخير عندك في هذه النقطة تحديدا ولا <applause> انا لما قلت 2018 لأن نملك الامكانيات القادرة ان احنا نقدر نسوي شيء ونسوي شيء كبير جدا متى ما توفرت الظروف الملائمة والظروف الصحية بعيدا عن كل ما يحيط باختيار اللاعبين وبتشكيل المنتخب داخل الملعب وبكل التاثيرات التي تكون دائما مؤثره سلبيا على المنتخب في المشاركات السابقه متى ما كانت هذه غير موجوده في المنتخب انا اقول لك انه منتخبنا قادر على انه هو يضع بصمه وبصمه كبيره جدا سواء كان بالتصفيات او حتى بنهايات كاس العالم نعم او من متابعينا الكرام <applause> نتمنى ان شاء الله تعالى انه تكون الاستعدادات لهذه المنافسات وتكون عوده الاخضر ان شاء الله تعالى من خلال هذه البوابة بوابة التأهل لنهايات كاس العالم في روسيا ونأمل إن شاء الله تعالى أن يكون القادم أجمل كلنا مع الأخضر نتمنى له التوفيق ونتمنى للقائمين على المنتخب السعودي أن يكون لديهم تخطيط متميز نذهب متابعينا الكرام لأخبار الدوري وعناوين الدوري والكثير من الجماهير اشتاقت للدوري ومنافساته المتميزه في صحيفة المدينة، المدينة تفتح ملف الاستعدادات الشتوية لفرق جميل، معسكرات وصفقات تجهز الاندية لاستئناف الدوري. في هذا الخبر بالتاكيد متابعينا الكرام وفي هذا التحليل والحديث بالتاكيد المتميز من الزملاء في صحيفة المدينة للزميل علي الاحمري. حديث شامل عن كثير من الأندية الرياضية وكل فرق جميلة التي قدمت وقامت بعمل معسكرات داخلية وخارجية أحد عشر ناديا استعدت خارجيا والهلال والنصر محليا تغييرات في الأجانب والمدربين لتعديل المسار بعد التوقف عبد الرحمن الفلاج ايش هديت شوي كذا ولا لا ذبحت البرد صراحه طيب عبد الرحمن المعسكرات الان التي تقام في مثل هذا التوقيت ما هي اهدافها برايك هو ضمان استمراريه وجود اللاعبين في اجواء المباريات واجواء يعني التنافس المعسكرات دائما تتضمن مباريات وديه وتتضمن تدريبات صباحيه مسائيه، كل هذه الاشياء تخلي اللاعب يعني في 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 دائره نقول التنافس والاجواء جو المباريات واجواء الكوره بشكل 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 يعني مركز اكثر، فاعتقد انه بالاضافه الى انه في الجانب الاخر المدرب يريد ان يطبق او يريد ان ان يضع كثير من اللمسات سواء كان فنيه او حتى نفسيه او احتواء اللاعبين في هذه المعسكرات كل هذه الأشياء من أجل التقارب من أجل نقدر نقول ذوبان الحواجز اللي تكون دائما في بعض بعض اللاعبين في هذه المعسكرات أعتقد أنها قد تكون معسكرات إيجابية للبعض وقد تكون معسكرات لمجرد الوجاهة أو مجرد أن والله إحنا عسكرنا أو إحنا سوينا أو إحنا فعلنا وفي الحقيقة هو ما استفاد من المعسكر إلا الجهد والتعب فقط لا غير فأعتقد أنه المعسكرات متى ما كانت تحت دراسة معينة وتحت آلية معينة تحت فكر معين أعتقد يكون مردودها إيجابي إلى حد ما ومتى ما كانت مجرد أنها ارتجالية ومجرد أنه والله أنا أبغى أسوي معسكر في المكان الفلاني وأني أنا أعطي للشارع الرياضي بأن أنا والله عسكرت وأني قادر على أني أنا أعسكر أو أني أعمل فأعتقد أن الوضع بيكون بالنسبة له هو مجرد بس يعني اخذ الجهد والتعب فقط لا غير. انديتنا اعتادت على ان هي تقوم دائما بمعسكرات فيها في مثل هذا الوقت، الكثير منها يستفيد واستفاده تكون كبيره جدا، ونرى دائما بعض الانديه بعد فتره التوقف وضعها مختلف. فنيا وقادره على ان هي تغير من ملامحها داخل الدوري ومنافساته حتى تغير من موقعها في سلم الترتيب، فاعتقد انه المعسكرات متى ما استغلت بشكل ايجابي يكون مردودها ايجابي كبير جدا عن الفريق. نعم، حسنا نسالك عن موضوع موقف الفرق السعوديه الان في دوري عبد اللطيف جميل، الفرق في الصداره النصر ثم يليها الاهلي. الفرق التي في الصداره الان النصر والاهلي هل يمكن ان تتاثر من هذه الفتره فتره التوقف وايضا الفرق الاخرى التي يعني تحتل المراكز المتوسطه وخاصه الفرق الجماهيريه الكبرى التي استعدت بشكل مختلف ايضا لهذه الفتره هل ستؤثر في نتائج الدوري في الايام القادمه شوف هو التاثير ما نقدر نخصص ناديين انه يتاثر النصر والاهلي وبقيه الانديه لا طبعا لا التاثير لو كان في تاثير حيتأثر الكل التاثير حيكون لكل الانديه يعني احنا نتكلم ليش ليش تحدثت عن النصر والاهلي لأنهم الاعلى مستوى والاعلى نقاط نعم في الدوري نعم نعم فتاثرهم تاثرهم بمعنى انه يصل الانديه اللي في الوسط او الانديه التي خلفهم الشباب الهلال الاتحاد مثلا راح تساهم عودتها بعد هذه المعسكرات في خطف بعض النقاط من هذه الانديه بالعكس انا اشوف انه كانت عامل ايجابي للفرق مثلا اذا حددت الاهلي والنصر النصر غير لاعبين اجنبيين، الاهلي غير لاعبين اجنبيين يعني 50% من اللعيبه الاجانب تغيروا في الناديين. آه كانت فرصه لهم انه حتى اللاعبين الاجنبيين اللي تغيروا كان لهم مجال انه على الاقل سبع ايام ثمان ايام يتدربوا مع الفريق، يعني يتجانسوا ويعرفوا مستوى آه زملائهم الجدد يعني فبالتالي كانت فرصه ما كانت عامل سلبي كانت عامل ايجابي يعني، لكن خلينا نتكلم عن عن نقطه عن نقطه مهمه اخرى في فتره التوقف هذه. طبعا هي كانت طموح من الاتحاد السعودي فتره التوقف شهر هذه كان امل انه المنتخب السعودي واصل لنهائي كاس اسيا وخلاص كان الطموح كبير انه وانه بعد ما يرجعون من كاس اسيا ابطال للكاس يكون براحه للاعبين الابطال خمسه ايام سبعه ايام ثم يستانف الدوري. ما كانوا عارفين انه المنتخب السعودي رجع من 15 يوم بعد الدور الاول وكان كانت 15 يوم يعني كان ممكن الدوري يستكمل لكن عاد الانديه كانت مسافره وعندهم عسكرات وزي كذا. الامر الاخر نقطه مهمه في فتره التوقف دي اللي هي فتره تغيير اللاعبين الاجانب انا لما اكون نادي واغير اكثر من لاعب مثلا الاهلي لاعبين الاتحاد غير ثلاثه لاعبين النصر غير لاعبين لما الانديه دي انا غير لاعبين مهمين في الفتره الشتويه بعد مرور اربع اشهر من التعاقد مع اللاعبين اللي كانوا يفترض انه يكملوا موسم كامل معي معناه في خلل اداري وخلل فني مشترك اذا كانت الاداره تدخلت في عمليه التعاقد فهي اضرت بالفريق ودفعت مبالغ زياده كان ممكن يستفيد منها النادي في جانب اخر وإذا كان تدخل فني فأنا في لجنة فنية فصلنا تحاسب المدرب تعال أنت جبت هذا اللاعب كلفني ملايين الآن أنت بتمشيه بعد ثلاثة أشهر ليه؟ كل حاسبه حسن, حسن كل ح... اللي ذكرتهم يعني الاتحاد غير ثلاثة لاعبين لأنه غير المدرب أيضا الفني وما اختارهم النصر غير لاعبين وبسبب أنه المدرب لم يختار مدرب النصر تغير الشباب غير لاعبين وهو أيضا قد غير الجهاز التدريبي الهلال لم يغير الجهاز التدريبي فلذلك هو تغييره راح يكون على مستوى لاعب واحد فقط الاهلي يعني جروس كان موجود من بدايه الموسم وهذا الذي يعني يطرح علامه استفهام حول هذه التعاقدات هل لا لا انا بقول لك لا حتى الاتحاد يعني لما م. خطا اداري يعني الاتحاد يوم تعاقد مع دياكا دياكي او اللاعب الثاني ياكونان او او الدميري من تعاقد معهم ايام القروني وتعاقدت معهم الاداره الإدارة تعاقدت معهم، إذا هي الآن أنا ما بتكلم عن الاتحاد، حتى الأهلي أخطأ، الأهلي الآن تحملت النادي خزينة النادي مبالغ الكبير وداني كان افترض من البداية أنه الكبير معروف أنه جلس مع الفريق شهر ونص قبل بداية الدوري، معروف أن مستواه عادي إذا تكون التغيير في تلك الفترة أخذوا فترة تجربة يتمرن أسبوع أسبوعين أمشي لكن ما خليه مستوي الأربع عشر بعدين أغيره بلاعب يكلفني ملايين أخرى وذاك عملهم لهم خاص ملايين أنا أقول لك الأندية ما تستفيد من أخطائها نفس التجربة يعني أفترض أنه الفترة الشتوية دي اذا اذا يعني اضطريت للتغيير تغير في لاعب واحد فقط اصيب او انه ما تاقلم او لكن لما تغير 50% من اللاعبين الاجانب او تغير 70% زي الاتحاد ثلاثه لاعبين تغير معناه عندك خلل خلل اداري وخلل فني وخلل قراءه لمحتياجك وامور كثيره عندك الانديه السعوديه كلها انا ما بخصص الاتحاد كل الانديه السعوديه تعاني من نفس المشكله الفيصلي فريق غير ثلاثه او اربعه لاعبين في الفتره الشتويه انديه كثيره غيرت لعبتها اذا ابحث عن الخلل، من من سبب اهدار مال الانديه؟ وتجي الانديه تشتكي يعني يجي لاعب مثلا منسق او مو منسق معملهم خالصه باقي له 200000 300000 يقعد يشحت يطلبهم لين تجي الفتره الاحتراف الثانيه عشان ياخذ حقه، وهم في المقابل يوقعوا مع لاعب بكذا مليون ووكيل اعماله وللاعب ثلاثه لاعبين أربعة لاعبين في وقت واحد. في خلل في اهدار مال عام للانديه وفي نعم. وفي عدم رؤيه مستقبليه عن امكانيه اللاعب انه اختيارهم من خلال لجنه من خلال مختصين اللاعب ده ينفع يتناسب مع النادي مع طريقه المدرب حسن هل هو هو اللي هو يعني المفترض خليني اوجه لكم السؤال الاثنين بما أنه اكثر الحديث الان في النواحي الفنيه عن اختيارات اللاعبين الاجانب في الفتره الشتويه الان هل مفترض انه يكون في لجنه فنيه يعني في كل نادي وفي كل فريق كره قدم في نادي او يترك موضوع اختيار اللاعبين الاجانب للمدربين وما يرمى على ذلك من موضوع سمسرة المدربين أسأل الله الرحمن خلينا نسمع رأي عبد الرحمن وارجع لك تفضل عبد الرحمن تفضل من بدايه الدوري او في في وقت اللي هي فتره الاعداد اعتقد انه لابد يكون هناك اصلا لجنه فنيه لاختيار اللاعبين بعيد عن المدرب بعيد عن المدرب هو يحدد بس الاماكن اللي يرغب في تسديد يعني تسديدها بلاعبين اجانب بمعنى أن والله انا ابغى مثلا في في قلب الدفاع وفي المحور وفي في الهجوم ابغى ثلاث لاعبين بمواصفات معينه طيب اللجنه الفنيه هي من تختار اللاعبين اللي يحتاجهم هذا المدرب بمعنى أن والله انا اعرض عليه بكل مركز ثلاثه او اربع لاعبين متاحين ان انا والله اتعاقد واحد منهم فبالطريقه هذه انا اسكر اول شيء الباب على موضوع السمسره هذا من جانب من جانب اخر اني انا اعطي المدرب خيارات انه يختار من خلالها اللاعب اللي يناسبه واللي يكون متوافق مع رؤيته الفنيه اعتقد ان هذا لا بد يكون بهالطريقه هذه العمليه العمليه اللي يختار اللجنه الفنيه الموجوده واللي يحكم عليها المدرب المدرب لا لانه يعطونه اكثر من لاعب في كل مركز مثلا في المركز السنتر او قلب الدفاع يعطونه مثلا اربع لاعبين متاحين في في جنسيات مختلفه في اماكن مختلفه والله هذول الموجودين متاحين الان تقدر تختار واحد منهم وكذلك في في الوسط مثلا وكذلك في الهجوم على حسب ما هو يرى وعلى حسب ما هو محتاج من خلال رؤيته الفنيه الأس... هذا من جانب الاسماء الاسماء مهمه موضوع اختيارات اللاعبين الاجانب كيف الاسماء؟ يعني موجود. موضوع اختيار اسم معين لا 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 اللاعبة. لا, لا, لا شوف احيانا الاداره او احد اعضاء الشرف يقوم بتبرع بجلب اسم عالمي مثلا وشوف اقول لك دائما اغلب اغلب الاسماء العالميه يكون مردودها الفني داخل الملعب قليل عطفا على نقول المبالغ الكبيره اللي هو راح ياخذها مقابل حضوره، لكن انا متى ما لقيت لاعب يملك امكانات كبيره ويحقق رؤيته الفنيه داخل الملعب مهما كان سواء كان سواء كان اسم عالمي او اسم عادي، واعتقد انه الامثله كثيره هنا في الكره السعوديه بالذات، انطلقت من 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 الدوري السعودي، وهي اسماء كانت مغموره وحققت الكثير من المجد من من, من الكره السعوديه، وكانوا مغمورين وليس لهم اي نعم. تاريخ رياضي، هذا نعم. من جانب. من جانب اخر اتكلم عن الفتره الشتويه الفترة الشتوية هذه هي للتصحيح الأخطاء وليس للاختيار من جديد أو عملية أنه العودة إلى نقطة الصفر للأسف أنه كثير من الأندية يعني صار عندها الأمل الموضوع هذا موضوع آه زي ما تقول عادة أو خلاص آه يعني آه بروتوكول أنه الفترة الشتوية لازم أنا أغير لازم أنا أجيب لاعبين آخرين لازم م. أن أنا أدعم لاعبين آخرين مع العلم أنه تلقى اللاعب عنده ما أخذ فرصته الكامله في الفريق ولا قدر انه هو يثبت وجوده من خلال تهميش المدرب له وبالتالي انا اغيره لانه غير لانه مدرب لانه اللاعب لم يكن لاعب لم يقدم المردود الجيد طيب انا انا كيف احكم على لاعب اصلا هو ما اخذ فرصته وانا اغيره الان؟ وبرضه امثله كثيره عند جميل حسن حسن باختصار تفضل اسمع تعليقك على هذه الناحيه الاداره الموضوع يتم اختيار اللاعبين الاجانب من خلال لجنه فنيه في كل فريق او من خلال المدرب وما يعتري ذلك من موضوع ويعني حديث عن السمسره شوف اذا كان المدرب جديد انا اتكلم عن قناعتي يعني ارائي الشخصيه اذا المدرب جديد انت تعاقدت مع مدرب جديد لا تمنح الفرصه انه يجيب لاعبين وكمل لانه المدرب الجديد اول شيء ما يعرف قوه الدوري السعودي ما يعرف قوه المنافسه ما يعرف قوه لاعبين الخصوم لك ايش امكانياتهم ايش قوتهم ايش ايش مدى قدرتهم على تحقيق نتائج ايجابيه للفرق وبالتالي لا تمنح المدرب الجديد فرصة أن يجيب لاعبينه معه أو يتعاقد معهم هذا جانب الجانب الآخر أنت كإدارة لازم يكون لك رأي في موضوع المدرب وأنا أمثل لك حاجة بسيطة قبل سنتين الأهلي منح الفرصة للمدرب فيتور بيريرا من أسوأ الخيارات اللي مرت على الاختيارات اختيارات فيتور بيريرا لأنه أعطوه الخيط والمخيط قالوا اتصرف جاب سك جاب ليال جاب لاعبين يعني لا يمكن يلعب في فريق مثل الاهلي او فريق في في دوري جميل لا يمكن اذا انا لازم كاداره اضع يعني رؤيه معينه التعاقد معايا انا مدرب اذا امضى معايا سنتين في الفريق وشاف بعد سنتين انه ممكن انا احتاج اغير لاعبين احتاج عن لاعب في مركز اخر او احتاج لاعب في هذه الاداره اوكي اتفق معاه اجيبه حسب ما اجيب الاسم اللي يبغاه المدرب على فكره ترى اغلب المدربين في العالم اغلبهم يعني ياخذوا سمسره من اللاعبين اغلبهم وعلى فكره ترى في الدوري الانجليزي يعني من ضمن العقد هو عندهم عادي يعني مثلا زي ارسل او زي كذا عادي في عقده انا لو سوقت لاعب من أرسنال لفريق كبير في مبلغ انا اخذ نسبه منه لو جبت لاعب من نادي اخر بنسبه اقل من مبلغ اقل واستفاد منه النادي اخذ نسبه هذا عندهم ضمن العقد يعني ما يعتبره سمسره ضمن عقدي ان انا اسوق لانه هو مدير رياضي مدير فني يسوق لكن عندنا بالدس <applause> المدرب يجيك وكيل اعماله او ذا يقول لك جيب لي اللاعب ذا يعني عارف واضح فيها سمسره فانا عشان اخرج من هذا الاطار زي ما ذكر زميل عبد الرحمن انه انا احدد اربعه أحق اقول للمدرب انت ايش عندك خيارات يعني ايش تبغى من لاعبين؟ ابغى مهاجم صانع لعب ظهير كذا اي اي خيارات أيوه انا ابحث كاداره ابحث عن لاعبين مميزين اقول له هذا من خلال اداره ولا من خلال لجنه فنيه بس هذا السؤال لجنه في فنيه يعني الإدارة طيب. كذا حتستشير يعني طبيعي ابحث اجيب ثلاثه لاعبين في المركز اللي اختاره حسن أنا نعم حسن واضح النقطه صارت واضحه النقطه عشان ما نكرر نعم. ما عندي وقت أبأخذ عنوان أخير في الحلقه وابا اشكر كثير مشاهدينا الكرام على تفاعلكم في الهاشتاج واعتذر عن انه ما اخذت كثير من هذه الاراء عبد العزيز الرشيد أه لماذا لم يذكر الفلاجه التدخلات غير ما قاله عن التعاقد مع كوزمين تحدث عبد الرحمن بانه في تدخلات مبطنه في اللجان سالم الغزواني يقول كيف ما فيه تدخلات وعبد اللطيف الغنام صرح بذلك وقبله الدعيع وابو داود وياسر القحطاني وابراهيم غالب ماجد يقول لو لم ينتقل سعيد المولد للاتحاد كان حسن امتدح البرقان هذه مشكله إعلامنا التعصب الجنرال لا يوجد اي تدخلات في المنتخب ولا في الاتحاد السعودي والدليل تصريح الاستاذ احمد عيد ولكن للاسف هذا كلام العاجز وناقص الشجاعه ابو نايف ونواف يقول اعزز كلام الاستاذ حسن عبد القادر المفترض ان تكون صفحه الدكتور البرقان في تويتر صفحه شخصيه له فقط ايضا البدراني يقول برافو استاذ حسن كلامه صحيح اين هذا الرجل في حاله الفوز عبد العزيز الرشيد ذكرنا عبد الله الحمود يقول التدخلات نسمع جعجع ولا نرى طحنا فقط شماعه لمن يريد فرض لاعبيه المنتخب فيصل السفياني يقول نفس الكلام اللي قاعد اسمعه منكم ومن الاخرين هو نفسه اللي سمعته بعد 2002 وبعد 2007 وبعد 2010 ولا جديد. ابو ليان 12 يقول مشكلتنا في بعض الاعلام المتعصب في تقييم الاتحاد هو سبب انتكاسه المنتخب والاتحاد. يوسف العالمي الداهيه كارينيو هو المدرب الانسب لتدريب المنتخب لكن هناك من رفض التعاقد معه. ابو عمار وهواوي وايضا صالح الحارثي وبركان هديكم كل التحايا وشكرا لكم على المشاركات دكتور المطنوخ اخوي خالد يسال الضيف الاستاذ الاعلامي حسن عبد القادر عن رايه في قرار لجنه الاستئناف عموما هذا كل ما طرح سعيد الحربي ليال كان الخيار العاشر لبريرة يعني يتحدث لك الجاسر يقول دياكتي قال له حقوق لدى الاتحاد، السؤال كيف سمح سمح للاتحاد بالتسجيل؟ يا ريت لجنه الاحتراف توضح لنا خوي الجاسر اعتقد انه اللاعبين الاجانب لا تدخل لجنه الاحتراف في موضوع حقوقهم فقط اللاعبين السعوديين هم الذين يمنعون يمنع تمنع الانديه من التسجيل فيما لو كان لديهم حقوق سواء محليه سواء للانديه أو للاتحادات أو أو عفوا للاعبين أو حتى أيضا لوكلاء اللاعبين، عنوان أخير متابعينا الكرام في هذه الحلقة عن لاعب الهلال. في صحيفة الوطن سامراس يصل وغضب يطوق مدرب الهلال. مع متابعينا الكرام من خلال هذا الخبر لزميل عادل القرني في صحيفه الوطن كان الحديث عن انتظار وصول المحترف الجديد اليوناني بصفوف الفريق الاول لكره القدم بنادي الهلال سامراس حيث ينتظر وصوله كان فجر هذا اليوم لينخرط في تمرير الفريق الذي يستعد لخوض بقيه استحقاقاته للموسم الحالي لكن موضوع تاشيره اللاعب وعدم دخوله للاراضي السعوديه جعله يعود مجددا لإتمام هذه الأمور الرسمية في المقابل تضاعفت حالة عدم الرضا عن المدير الفني الروماني لورينت ريجي كام بعد أن واجه موجة غاضبة من قبل الإعلاميين الحاضرين لمؤتمره الصحفي بعد مباراة فريقه وحطين أول أمس حيث أثارت ردود الجماهير الهلالية إضافة إلى تهربه من الإجابة على الأسئلة التي وجهت له ورده على بعضها الآخر بالاستفزاز طبعا ريجي تحدث عن وبرر ما تداوله ما تم تداوله في الايام الماضيه من قبل الهلاليين الذين طالبوا باستقالته وعدم رضاهم عن اداء الفريق مؤكدا انه يعمل بشكل جيد مع الفريق ويستغرب الغضب الجماهيري الذي تعرض له حيث لا يزال ينافس على جميع البطولات باستثناء البطوله الاسيويه التي وصفها بانها سلبت. عبد الرحمن الفلاج اسمع بشكل سريع مشكلة تأشيرة اللاعب سمراس وعدم دخول الأراضي السعودية وعودة اللاعب. حددها بثلاثة. إما أنه اللاعب أخطأ مو بأخطأ ما له أي علاقة بالنادي من حيث التنسيق و يعني التعاون مع النادي في مع مدير أعماله فيما يخص تحديد موعد موعد حضوره. يعني من اللي نسق له يعني قصدك؟ ما حد نسق والدليل انه جاي كذا على وجهه. هذا واحد، الشيء الثاني اما يكون لأنه انه انه الهلاليين اعتادوا على انهم يدخلون لعيبتهم بدون 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 فيزا او بدون تاشيره، واما انه في هنا او نقول التخبط اللي تعيشه اداره الهلال هي من جعلت ان اللاعب يجي ويدخل يوصل الى الاراضي السعوديه بدون تاشيره، الوضع فيه يعني كثير من التساؤلات اللي اللي احنا طبعا يعني ننكرها ننكرها على الهلال لان الهلال فريق كبير، فريق له حضور انا ممكن اعتبر هذا نعم. من اولويه او من البديهيات او من الاشياء اللي تعتبر ثانويه اداريا اداريا انا ممكن يعني يعني اتوقف في الحديث على لكن موضوع انه يدخل لاعب او اي شخص اي شخص يدخل حتى لو كان ضيف للدوله بدون تاشيره هذا هذا امر هذا امر مستحيل ولا يقبله لا عقل ولا منطق ولا واقع أقولك شيء يا خالد لكن إنه انا اتكلم عن الهلاليين أتكلم قد قد يعتاد الهلاليين على الدخول دخول لاعبين بدون أنا تاشيرات انا التسأل... لحظه انا احط كل التساؤلات ومن حقي هذا الشيء لسبب لانه لا في شيء لأن... منطقي وفي شيء غير منطقي لا 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 معليش لا لا لا, لا, لا. كل الاشياء وكل شوف كل الفروض منطقيه الى ان تثبت الحقيقه بمعنى ان انا مد... انا نادي معتاد على اني انا سنويا اجلب من 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 ثلاثه الى اربع الى خمس لاعبين محترفين ومدربين محترفين واعرف كيف انسق معهم وكيف اعطيهم التأشيرة الدخول للاراضي السعوديه وبالتالي يجيني لاعب يدخل يجي يصل, يصل, يصل الى مطار الرياض بدون تاشيره معناه هناك في اكثر من علامه استفهام لابد ان انا احطها. طيب خلينا خلينا نسمع تعليق اخير وسريع من حسن عبد القادر تفضل حسن. الموضوع عادي جدا يعني ما يحتاج تضخيم خطا اداري بسيط اللاعب ما صدق جوازه التاشيره من السفاره السعوديه في اليونان خطا لا لا نحمل الامور اكثر ما تحتمل اعتقد انه ليس له علاقه انه الهلال يدخل لعيبته بدون تاشيرات وهذا نعم. الكلام مفروغ منه ما اعتقد انه صحيح تماما لا اعتقد انه له علاقه بالفوضى الاداريه تحدث عنها الزميل داخل اداره نادي الهلال هو خطا بسيط نعم. مثل ما حدث الهلال حدث في اي في اي نادي سعودي اخر ما, طيب يحتمل ما يحتمل لا أعتقد. حسن, نعم. أه حسن حسن حسن, ما, عندي وقت كثير اشكرك شكر جزيل استاذ حسن عبد القادر بالتاكيد الاعلامي والناقد الرياضي من جده شكرا جزيلا لك شكرا على ارائك اخوي حسن واستمتعنا بوجودك معنا شكرا لك وشكرا للزميل وشكرا لجميع المشاهدين الاستاذ عبد الرحمن الفلاج الاعلامي والناقد الرياضي شكرا جزيلا لك شكرا لك لا تتوقع في كلمه راح يكون بديل كواك ولا بنتلي كواك طبعا متابعينا الكرام وصلنا بكم الى الختام اجمل تحيه لكم من طاقم العمل رئيس التحرير زميل فيصل عصامي وهذه اجمل تحيه لكم من الاعداد عماد البلوي وايضا سعود هيف وتحيه المخرج عبدالله العتيبي وهذا آه عفوا فهد العتيبي وهذه اجمل تحيه لكم من محدثكم خالد يحيوي وغدا نلقاكم في امان الله نسلط الضوء في هذه الحلقة على عام واحد وخمسين فبعد أن سيطر الطليان على مضامير سباقات عام خمسين جاء الموسم الجديد مختلفا بعض الشيء قام فريق فيراري بإضافة اسطوانة جديدة لزيادة قوة المحرك الذي بلغت سرعته 380 كيلومترا في الساعة أخذ ألفا روميو تهديد فيراري على محمل الجد فعمل على تطوير ألفيتا 158 وزيادة قوتها وقام بطرح الفيتا 159. وكما حدث في العام السابق، بدأ الموسم من بريطانيا بسباق ديلي اكسبريس انترناشونال في حلبة سيلفرستون. وقبل دقائق من الانطلاق، هبت عاصفة قوية وهطلت أمطار غزيرة أثرت على مضمار السباق. كان المجاز مظلما. والأرضية مبللة ما تسبب بانزلاق السيارات في جميع الاتجاهات تصدر بونيتو على متن ألفا روميو السباق قبل أن يتراجع أمام بارنيل وهاملتون على متن تالبوت وفرض المنطق نفسه فتم إيقاف السباق بعد ست جولات كان الموعد التالي في جائزة سويسرا الكبرى الذي أقيم على أرضية مبللة أيضاً وانتهى بفوز اخوان مانويل فانجيو